12 قتيلا في هجوم إرهابي على مقر صحيفة فرنسية. وباريس تعلن حالة الإنذار القصوى. وداعش تعلن مسؤوليتها عن الهجوم. وأولاند يؤكد المتورطون سيلاقون الحكم الذي يستحقونه. الأقباط يواصلون الاحتفال بعيد الميلاد. ورئيس الحكومة يدعو للتوحد في مواجهة قوى الشر. والطقس السيء يغلق 7 موانئ وثلوج تغطي شوارع الإسكندرية. مساء الخير، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم. كل سنة وكل شركاء الوطن والهوية المصرية بألف خير. امبارح كنا مع حضراتكم في تغطية خاصة من داخل الكاتدرائية المرقسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. شفنا امبارح صورة مصغرة لمصر، مواطنين بسطاء، مسؤولين، كتاب، فنانين، ضباط جيش وضباط شرطة وفئات مختلفة من أفراد الشعب المصري. حسينا بمشاعر حقيقية مش مصطنعة، إن العيد ده هو عيد لكل المصريين. احنا قلنا ده وركزنا على ده امبارح أثناء التغطية، وبعدها شفنا برهان عملي على هذا الكلام. هذا البرهان تمثل في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية وتقديمه التهنئة لكل المصريين مسيحيين ومسلمين. طبعا كانت الخطوة موفقة من الرئيس، كانت موفقة لأنها تركت أثر طيب لدى الجميع، وشفنا الاستقبال الحافل من الموجودين داخل الكاتدرائية، مش بس علشان السيسي كان أول رئيس مصري بيحضر إلى الكنيسة في مثل هذه المناسبة العزيزة على قلوب المسيحيين والمسلمين، لكن أيضا علشان بهذه الخطوة أراد السيسي أنه يبرهن على أنه بالفعل مش بالكلام رئيس لكل المصريين. عايز فقط أشير إلى أن لنا أخوة في العراق مسيحيين، تحديدا في مدينة الموصل عشرات الألاف من المسيحيين أجبروا على ترك بيوتهم، هربوا لما اجتاح المدينة تنظيم داعش الإرهابي. لأول مرة من مئات السنين لا تدق الأجراس في كنائس مدينة الموصل. امبارح وإحنا بنسمع صوت الأذان، أذان العشاء، وبعده لما سمعنا صوت أجراس الكاتدرائية وسمعنا واستمتعنا بترانيم عيد الميلاد، قلنا اللهم أدم على مصر نعمة التسامح، اللهم اجعل فرحة أعيادها للجميع مسلمين ومسيحيين. احنا طبعا هنتابع مع حضراتكم مظاهر الاحتفال بالعيد اللي الفعاليات بتاعته بتتواصل، لكن خلونا نبدأ برنامجنا النهاردة وحلقة النهاردة من الحياة اليوم بهذا الحادث الإرهابي اللي ضرب العاصمة الفرنسية باريس. النهاردة في جريدة أو مجلة أسبوعية اسمها تشارلي إبدو في باريس تعرض المقر بتاعها لهجوم إرهابي أسفر حتى الآن عن سقوط 12 قتيل، بين القتلى 2 من الشرطة. يمكن حضراتكم دلوقتي شايفين صور لهذا الهجوم. الهجوم ده هز فرنسا، ويمكن هز يمكن مش بس فرنسا، هز أوروبا وهز أمريكا. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند زار مقر الجريدة عقب الحادث مباشرة، وزي ما قلنا في العناوين قال أولاند إن الهجوم هو بالتأكيد اعتداء إرهابي، ووصفه بأنه عمل وحشي على قدر كبير من الاستثنائية. أكد إن المتورطين سيلاقون الحكم الذي يستحقونه. أعلنت فرنسا، أعلنت الحكومة الفرنسية حالة الإنذار القصوى. طبعا في مثل هذه الحالات لها دلالة إن الحكومة بتعلن حالة الإنذار القصوى، يعني معناها إن الحكومة شعرت بأن البلد في خطر. مقر جريدة معروفة
في قلب العاصمة الفرنسية بتتعرض لهذا الهجوم ويسقط هذا العدد الكبير من القتلى. ده جرس إنذار للحكومة وجرس إنذار للأجهزة الأمنية بتاعتها. خلينا نتكلم عن المجلة نفسها تشارلي إبدو. المجلة دي اشتهرت في عدة سنوات سابقة بأنها نشرت كاريكاتيرات مسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا نشرت رسوم لزعيم داعش أبو بكر البغدادي من فترة قريبة. هذه الجريدة مقرها مش بس المرة الأولى النهاردة اللي بيتعرض فيها إلى هجوم إرهابي، لكن تعرضت في السابق ورئيس تحريرها ومحررين فيها ورسامين فيها تعرضوا للعديد من التهديدات اللي كانوا بيتلقوها بعد كل مرة بتقوم فيها الجريدة بنشر رسوم مسيئة. هذه الرسوم خلقت حالة مش بس في فرنسا، خلقت حالة في جميع دول العالم، وطبعا كان في انتقادات حادة جدا لهذه الجريدة. خلونا نتعرف على المشهد بشكل كبير. معايا دلوقتي من العاصمة الفرنسية باريس المحلل السياسي المصري المقيم في باريس الأستاذ محمد الألفي. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا بحضرتك معنا في الحياة اليوم. أهلا بحضرتك فندم، مساء الخير لحضرتك أستاذ المشاهدين دكتور عمرو. أهلا وسهلا فندم. أستاذ محمد، يعني أوصف لنا المشهد، إزاي بتعيش فرنسا هذا الحادث ولا سيما العاصمة باريس؟ الحقيقة حضرتك هو المشهد مثل صدمة كبيرة من حيث العملية نفسها وتوقيتها وطريقة تنفيذها، وأنه باريس ليست معتادة على مثل هذه الأنواع من العمليات الإرهابية الكبيرة بهذا الشكل، وفي منطقة حساسة جدا قريبة من قصر الإليزي، وخاصة أن الجريدة نفسها تحت الحماية الأمنية منذ 2011 من وقت احتراقها، لأن هي تهددت عدة مرات، فاتحرقت في 2011 وتهددت في 2013، والنهاردة طبعا الرئيس الفرنسي نفسه والشعب والحكومة في حالة صدمة كبيرة من هذا العمل، من ناحية من حيث شكل الجريمة، والناحية الأخرى من حيث أنه بيعتقدوا أنه هو ده طبعا تهديد للحريات، وأنه إسكات لأي صوت يحاول أن يعبر عن رأيه بطريقة أو بأخرى، لأنه حتى هي شارلي إبدو لم تسيء أيضا لرسوم مسيئة للإسلام فقط، ولكن هي لها اتجاه أنها ضد التطرف بكل أشكاله، وحتى لها مشاكل كبيرة في القضاء مع اليمين الفرنسي والأوروبي بشكل خاص. طب هل يعني أفهم منك يا أستاذ محمد أن الآن العاصمة الفرنسية باريس بتعيش نفس الأجواء اللي عاشتها نيويورك بعد 11 سبتمبر؟ هو نفس الأجواء، لأنه هو طبعا كان فرنسا كانت واخدة احتياطات كبيرة جدا لاحتمال توقع هجمات وواخدة إجراءات عالية المستوى. النهاردة الأجواء يعني صعبة جدا، وهي تشبه بالفعل أجواء 11 سبتمبر، لأنه يعني فرنسا يعني لا تذهب بعيدا في مسائل الأمن كما تعلم حضرتك أستاذ المشاهدين، ولا تذهب بعيدا في مسألة كبت الحريات أو اتخاذ إجراءات استثنائية حتى يعني تسيطر بشكل أو بآخر. تمام. طيب خلينا برضو نتعمق شوية بالتفصيل حوالين الحادث. الأجهزة الأمنية بتقول إيه حاليا؟ هل فعلا من ضمن القتلى أربعة من أبرز رسامي الكاريكاتير في هذه الجريدة؟ ده صحيح. يعني أنا بشكر حضرتك على هذا السؤال عشان نتكلم في التفصيل بتاع تنفيذ الجريمة. هو الجريمة طبعا تنفذ الساعة 11:30، الوقت ده حضرتك اللي بتجتمع فيه صالة التحرير، والإرهابيين لما دخلوا اختاروا الرؤوس التي ينوون قتلها بالفعل. يعني هو أربع رسامين مشهورين ومن ضمنهم كمان مدير التحرير، و التوقيت بتاع العملية نفسه حضرتك جاء في حالة الاسترخاء الأمني، لأنه كان في استنفار وقت أعياد الميلاد هنا، وده وقت تم طبعا تحديده بشكل دليل ان ده شغل ناس محترفين، ومسألة يعني ده سبقه استطلاع
ثم تخطيط ثم تنفيذ، وحتى طريقة تنفيذ العملية من مقاطع الفيديو التي أذيعت لاحقا اللي هي مركبة أعلى هذه المباني المحيطة. يعني حتى لو شفنا أنه لما تم إطلاق النار على شرطي ما اكتفاش بكده، بل هو راح له بدم بأعصاب باردة جدا وأطلق النار على رأسه. تم استخدام سلاح ار بي جي في هذه الجريمة، وتم استخدام ثلاث أسلحة أوتوماتيكية اللي هي الآلية يعني مع ثلاث أشخاص. وطبعا في رواية مهمة جدا يجب أن احنا نعرفها، هي لسه ما تأكدتش من الأجهزة الأمنية، أنه اليوم أنه تم السيارة السوداء اللي تم تنفيذ بيها اللي هربوا بيها فعلا وبعد كده وضعوها في مكان آخر وانتقلوا بوسيلة نقل أخرى، أن تم يعني إنزال صاحب السيارة منها ورجل طاعن في السن، وقيل له قل للإعلام أننا تنظيم القاعدة في اليمن. طبعا لم تؤكد هذه الرواية بعد، ولكن تتناولها حتى الآن وسائل الإعلام الفرنسية حتى يأتي تأكيد. عقب الحادث طبعا احنا شفنا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ذهب الى هناك وقال ان فرنسا ستتخذ كافة الاجراءات لحماية الدولة الفرنسية والمنشآت العامة بما فيها الاعلام وخلافه، وهي ايضا ستتحرك في اطار القانون. بعد كده تبعوا السيد مانويل فالس باجتماع مع وزير الداخلية برنار كازنوف، ووزير الداخلية قال نحن رفعنا حالة الاستعداد إلى الحالة القصوى اللي هي تمثل توقع هجمات إرهابية، وقال بالحرف لقد أبلغت كافة الدوائر الأمنية أن تحتاط لتوقع عمليات أخرى. إلى هذا الحد ذهبنا بعيدا في هذا الموضوع. وأيضا هناك ملاحقة لمعرفة كيفية هروب الجناة الذين وجدت السيارة التي هربوا بها اللي هي السوداء خارج مدخل باريس، فلا نعلم أين ما الجديد الآن. وبانتظار الليلة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند سيوجه كلمة للأمة الفرنسية الثامنة بتوقيت باريس التاسعة بتوقيت القاهرة. وده برضو يعني خلي في علامات استفهام أستاذ محمد، يعني كيف يمكن أن يتم مثل هذا الهجوم الإرهابي في قلب باريس ويستطيع من قام ويستطيع المهاجمون والإرهابيون أن يفلتوا يعني هكذا بسهولة؟ يعني حضرتك بتقول أنه مقر الجريدة لا يبعد كثيرا عن قصر الإليزي. نعم صحيح، هو في الحي 11 يعني معروف قيمة هذا الحي كحي كبير يعني، لكن القصة تكمن في أنه يعني أن هناك من المؤكد خلايا نائمة قامت بتنفيذ هذا العمل وغير مرصودة. طبعا يعني احنا متابعين انه فرنسا من وقت كبير ومعظم دول الاتحاد الاوروبي حط على لائحة القادمين كل الذين يعني سافروا الى سوريا والى العراق وانضموا الى تنظيمات ارهابية والى افغانستان والى اخره. طبعا الموضوع مش بالسهولة الرصد، لانه انت النهاردة الاتحاد الاوروبي الان وبما في فرنسا طبعا كدولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي بتعاني من مسألة الحرب الفكرية بشكل كبير، ومن ضغط الجماعات الدولية الإرهابية والتي دخلت معها على الخط الشركات الأمنية أيضا. يعني هناك أيضا من يقوم بتجنيد عقائدي ومن يقوم بتجنيد مادي، وإحنا في شركات كبرى في بولندا بتدرب عناصر للشركات الأمنية، ودول طبعا أنت قدام جناحين، جناح بيتعامل بشكل عقائدي وجناح بيتعامل مقابل المال. طيب خلينا برضو يعني نقرأ تداعيات هذا الحادث الإرهابي يا أستاذ محمد، كيف يمكن أن تنعكس هذه الحادثة على أوضاع المسلمين على أوضاع المهاجرين في فرنسا، خاصة وأن بعض المواقع عرضت يعني بعض لقطات الفيديو وسمعنا بما لا يدع مجالا للشك هتافات الله أكبر أثناء يعني الهجوم على الجريدة. صحيح، ده يعني هو ده حضرتك مش مستغرب ومتوقع، لانه التهديدات كانت من منطقه الساحل والصحراء الى فرنسا، تهديدات كانت من منطقه الشام الى فرنسا، من داعش الى فرنسا، ومن مناطق اخرى في العالم، من منطقه درنا وجنوب ليبيا الى فرنسا بانها ستستهدف. والهدف انا كما يعني انا ارى ان فكره شارل ابدو هي فكره لها عده اتجاهات. هي فكرة أنها جريدة لها مشكلة مع جناح من المسلمين يرى أن العنف هو الحل للرد على الرسوم المسيئة، والفكرة الأخرى هي
يعني إحداث حالة من الضغط الفكري على الحكومة الفرنسية لتغيير مواقفها في مناطق عديدة في العالم، خاصة المناطق اللي بيتواجد فيها المتطرفين، أو أن تنكمش فرنسا وتغير سياستها الخارجية. لكن طبعا إذا اتكلمنا على الشكل الداخلي، إحنا لدينا مشكلة بالفعل قائمة داخل فرنسا وداخل دول الاتحاد الأوروبي، أن هناك عناصر تعيش بيننا، دي حقيقة، تطرفت وذهبت بعيدا في الاتجاه الديني الفكري المتشدد. وللأسف الشديد أن نسبة كبيرة من الموجودين أيضا، الكل يعرف هذا ومن يعيشون في أوروبا يعرفون هذا، دخلوا هذه البلدان تحت مظلة حقوق الإنسان وأن دولهم دول ديكتاتورية وتضطهدهم هناك. الآن نحن على الأرض بدأنا سنرى نتائج معاكسة لدخولهم هذه الدول، وستنعكس سلبا بالطبع على شكل العام للمسلمين كجاليات، وبالتالي للأسف تشويه الإسلام بشكل أو بآخر. يعني اللي خرج بيقول أنا انتقمت للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بالعكس هو لم ينتقم، هو هدم الصورة طبعا في ذهنية المواطن الغربي الذي لا يعرف الكثير عن الإسلام إلا المثقفين فيه، وهدم كثيرا من تسامح الإسلام. طب أستاذ محمد، احنا عندنا هنا في مصر يعني استمعنا إلى كثير من المسؤولين حتى للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يشير إلى مسألة انتقائية الغرب في مسألة أو في مفهوم الإرهاب. يعني احنا نطالب الغرب بأن يكون مفهومه للإرهاب مفهوم شامل، ليس هناك انتقائية، يعني جماعات بيعتبرها الغرب إرهابية وجماعات أخرى بتلقى أحضان دافئة في الغرب. هو طبعا يعني خلينا نذهب بعيدا إلى الجيوسياسي والجيوستراتيجي، أن لا ننكر أن هناك من وجد أحضانا دافئة في الغرب وفي الولايات المتحدة وفي دول أخرى، لأن هؤلاء يعملون ضمن أجندة. الرئيس السيسي لما بيتحدث عن فكرة الانتقائية أنه يجب أن نتصرف ونتحرك باتجاه إيقاف كل من يأخذ فكرا متطرفا من حيث كتجنيد فكري أو كعمل عسكري على الأرض. للأسف من وجدوا الأحضان الدافئة لم يجدوا الأحضان الدافئة في الإقامات والمساعدات الاجتماعية، بل وجدوها أيضا في التمويل. هناك أيضا مؤسسات تحصل على تبرعات في شكل أنها للمسلمين وتستخدمها استخدام سيء، وهذا ممنهج ومعروف تحت أعين أجهزة كبيرة للأسف الشديد، وهذا بدأ ينعكس الآن. وهل تتوقع أستاذ محمد أنه يكون في مضايقات للمسلمين في الشارع الفرنسي؟ الحقيقة يعني ليس بصورة كبيرة، لأنه الحقيقة فرنسا من الدول التي يعني قد يحدث حالات فردية، إنما الحقيقة أنا من خلال إقامتي هنا، فرنسا تطبق قانون واحد على الجميع، يعني لا تذهب باتجاه التطرف في اتخاذ اجراءات استثنائيه. يعني ممكن هنلاقي زي تشيكينج بوينتس كده في مناطق معينه في الضواحي، اللي هو التواجد الشرطي المكثف. حتى النهارده برنار كازنوف وزير الداخليه قال احنا هنستعين بالجيش، وعلى فكره النهارده مسؤولين سياسيين كبار بيتكلموا في فكره الاستعانه بالقوات المسلحه الفرنسيه في تامين منشات كبرى وحتى في التواجد مع الشرطه في الشارع، لأنه لها دور مهم في مسألة تأمين وحماية فرنسا ككل، مش باريس لوحدها. وده بس الرسالة حتى للناس اللي عقبوا قبل كده على أنه الجيش بينزل في بعض الدول العربية للتأمين، اعتبروها بدعة واعتبروها أن هذا يعني يقوض الديمقراطية. ها نحن نقول لكم فرنسا اليوم كبار مسؤوليها يطالبون بالاستعانة بالجيش في تأمين البلاد. يعني المستقبل السياسي للرئيس فرانسوا أولاند الآن هل هو على المحك؟ الحقيقة يعني رغم أسفنا الشديد لسقوط ضحايا، حتى في 2 ضحايا من الشرطة اللي كانوا بيأمنوا المبنى، فرنسا الآن تتكلم بصوت واحد وتقول نحن ذهبت باتجاه واحد، وهو فكرة حماية الجمهورية الفرنسية بمبادئها الكاملة. الذي يغرد خارج السرب الآن وجاءته الفرصة هو اليمين المتطرف بزعامة ماري لوبن، هي التي طبعا دائما ما تقول أن المهاجرين سبب الكوارث، المهاجرين أفسدوا الحياة، أفسدوا نمط الحياة الفرنسية. أما فرانسوا هولاند فربما تكون هذه الضارة
يعني تعينه على 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 ان يتخلص من بعض الضغوط في ان تتحد كافه القوى السياسيه خلفه لمحاربه الارهاب وايجاد سبيل لاخراج فرنسا من هذه الازمه ولو لفتره مرحليه. اما طبعا انت عارف طبعا والساده المختصين يعرفون انه الأزمة الفرنسية المالية كبيرة جدا، وحتى مش فرنسا بس، معظم دول الاتحاد الأوروبي دخلت في مسألة انكماش كبير جدا. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد الألفي المحلل السياسي المصري المقيم في باريس، واللي استعرضنا معاه أبعاد هذا الحادث الإرهابي اللي استهدف مقر جريدة فرنسية وأسفر عن مقتل 12 شخص حتى الآن، في طبعا في مصابين. وهذا الحادث عاد إلى الأجواء زي ما قال لنا الأستاذ محمد الألفي، عاد إلى الأجواء إلى أجواء فرنسا ما عاشته نيويورك في 11 سبتمبر. زي ما قال لنا الأستاذ محمد، أول مرة الشارع الفرنسي يشعر بالذعر، أول مرة يمكن من فترة طويلة الحكومة الفرنسية تعلن حالة الانذار القصوى زي ما يعني المصطلح بيقول. هنتابع طبعا تداعيات هذا الحادث وأثاره على الجاليات المسلمة في فرنسا. نروح لبقية أخبارنا، وزي ما قلنا في العناوين احتفالات الأخوة الأقباط ما زالت مستمرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وحضراتكم بألف خير. النهاردة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استقبل في الكاتدرائية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، استقبل أيضا وفد وزارة الدفاع، على رأسه كان الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع وقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة. أيضا التقى مع اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من قيادات ومسؤولي الدولة الذين جاءوا إلى الكاتدرائية لتهنئة البابا بالعيد. خلال تهنئة المهندس إبراهيم محلب للبابا، أكد رئيس الوزراء على ما قاله البابا حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح للكاتدرائية، أشار إلى أنها أسعدت المسلمين قبل المسيحيين وكانت رسالة إلى العالم بحقيقة مصر التي تربى الجميع فيها وشعرنا فيها بالفرح والحزن ونبنيها اليوم معا. ده كلام المهندس محلب. البابا أكد سعادة الأقباط بالزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية امبارح، وإن هذه الزيارة غير المتوقعة كانت مبعث سعادة للمسلمين أيضا. تعالوا نشوف تقرير عن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. على الرغم من الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها شوارع العديد من محافظات العاصمة المصرية القاهرة، عدد من المسؤولين المصريين يواصلون لليوم الثاني على التوالي توافدهم لمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية، وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، مشاركين الآلاف من المواطنين المصريين احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد. فرحتنا بتزيد بزيارات أحبائنا وبالمودة الأخوية اللي بنحملها في قلوبنا تجاه بعضنا. والحقيقة ليلة امبارح في القداس كانت فرحتنا كبيرة أيضا بزيارة ومفاجأة غير متوقعة للسيد رئيس الجمهورية. احتفالات بعيد الميلاد قام فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه إلى مقر الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس ومسيحي مصر بعيدهم وسط ترحيب كبير من قبل الحضور، في تعبير عن التعايش في سلام بين مسلمي ومسيحي مصر. كما حرص رئيس الوزراء إبراهيم محلب على التوجه إلى الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس، مؤكدا على أن زيارة السيسي للكاتدرائية فرحت المسلمين قبل المسيحيين. هي دي مصر اللي احنا اتربينا فيها، نفرح مع بعض ولو في حاجة كلنا بنحس بيها مع بعض، وهنبني مع بعض، ودي بلدنا مع بعض.
ورسالة للعالم كله. مشاركة من جانب المسؤولين المصريين للأخوة المسيحيين امتدت لخارج مصر، حيث شارك السفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس مسيحي فرنسا احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، وحضر قداس العيد بكنيسة الملاك وماري جرجس وسط حضور كثيف لأبناء الجالية المصرية بفرنسا من مسيحيين ومسلمين. إسراء سعد، الحياة اليوم. طبعا زي ما قلنا في مقدمة الحلقة بتاعت النهاردة ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح للكاتدرائية هي اول زيارة بيقوم بها رئيس مصري وبيقدم تهاني الدولة بشكل رسمي للأخوة الأقباط في احتفالات أعياد الميلاد واللي هنأ فيها البابا والأخوة المسيحيين بهذا العيد. تعالوا نشوف جزء، ويمكن احنا شايفين دلوقتي الصور بتاعت دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية والاستقبال الحافل اللي قوبل به. تعال نشوف جزء من كلمة الرئيس امبارح. كان ضروري، يعني كان ضروري إن أنا أجيلكم عشان أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. وارجو ان انا ما اكونش قطعت عليكم الصلوات بتاعتكم، يعني رجاء يعني. وانا عايز اقول لكم على حاجه، مصر على مدى الاف السنين علمت الانسانيه وعلمت الحضاره للعالم كله. وانا عايز اقول لكم ان العالم دلوقتي منتظر من مصر برضو في الايام اللي احنا فيها دي وفي الظروف اللي احنا فيها دي، ان احنا واحنا كمان بنحبكم. طبعا انا متشكر والله جدا جدا، مش عايز لحسن كده قداس البابا هيزعل بصراحه. فخليني اقول لكم حاجه، بس مهم جدا ان الدنيا تشوفنا، مهم جدا ان الدنيا تشوفنا المصريين. وانتوا بتلاحظوا ان انا ما بقولش ابدا غير كلمة المصريين، ما ينفعش حد يقول لحد غير كده، احنا المصريين. ما حدش يقول انت مصري ايه، انت مصري ايه. لا اسمعوا بس، اسمعوا من فضلكم، احنا بنتكلم كلام بنسطر للعالم دلوقتي معنا، وبندي بنفتح طاقة امل ونور حقيقية للناس. بقول مصر علمت على آلاف السنين الحضارة والإنسانية للعالم، والنهاردة احنا موجودين عشان نأكد ان احنا قادرين مرة تانية ان احنا نعلم الإنسانية ونعلم الحضارة مرة تانية تنطلق من مصر هنا. من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الأشكال الفنية اللي بتصاحب هذه الاحتفالات، ومنها صناعة مزود المسيح أو كهف العائلة المقدسة. تعالوا نشوف تفاصيل أكثر عن صناعة كهف العائلة المقدسة في هذا التقرير. عم أشرف لم يكن أمامه في صغره سوى الطمي ليمارس موهبته في تشكيل مجسمات بيديه، ولكن كبرت معه موهبته ليمتلك ورشته الصغيرة لصنع المزود أو مغارة المسيح. فتحتوي المغارة على كل ما يعبر عن عيد الميلاد ولكن بطابع شرقي. عندنا ثلاث أحداث مرتبطة بالميلاد. أول حاجة ميلاد المسيح من عذراء، يعني كل الناس عارفة، كل الدنيا عارفة الموضوع ده. في بقى أهم حاجة في المغارة حاجتين، الملاك والنجمة، لكل واحد حكاية. نمسك الأول النجمة. ليه في كل مغارة لازم يتحط فيها نجمة؟ لأن الحدث أصلاً هو ظهور نجم غريب في الوقت ده. تاني حاجة اللي هو الملاك. الملاك ليه دور كبير جداً في فكرة المغارة. الملاك نزل السيدة العذراء وبشرها أنها تحبل وتلد ابناً وهي عذراء. تخوف عم أشرف من انقراض مهنة صنع المغارات بسبب عدم الإقبال على شرائها من المصريين واتجاههم إلى شجرة الميلاد رغم تعدد أنواع المغارات وأشكالها. في تخوفات أن المهنة دي تنقرض على أساس ما فيش إقبال شديد عليها، يعني غير بيقل من كل سنة للتانية على أساس
الناس بتلجأ للأفكار الجديدة زي الشجرة، والشجرة اللي بفرع نور بتنور وتطفي. في أنواع كتيرة جدا جدا من المغارات. أول حاجة مغارات بنعملها اللي هي من الفخار، زي ما احنا شايفين كده، دي عبارة عن مسقة، ده إناء أكل أو حبوب، ده جزء من زير، دي قلة، ده بالنسبة لشكل الفخار. في نوع تاني بعد الفخار أنواع الخشب والكرتون المقوى، زي ما احنا شايفين كده، ده شكل كوخ. شكل الكوخ ده يبقى أظرف لما يتعمل بالخشب غير الأواني الفخارية. يعني الهدف من المغارة ليس الزينة فقط، وإنما اجتماع العائلة حولها للصلاة في زمن الميلاد، إضافة إلى الانسجام مع معاني التقشف والبساطة المتجسدة في المغارة. الطفل في المغارة، وإلى جواره أمه العذراء ويوسف النجار والنجمة والملاك، كل هذه الأشياء في المزود أو المغارة، فبرغم كونها قربت على الانقراض إلا أنها تظل من أكثر الأشياء المعبرة عن عيد الميلاد المجيد. وبإنارة تلك الإضاءة لابد أن نقول كل عام ومصر بشقيها مسيحيين ومسلمين بألف خير. نشوى الشريف، الحياة اليوم. معي على تليفون الأستاذ صلاح عيسى، الكاتب والصحفي والمؤرخ. أستاذ صلاح، مساء الخير وكل عام وحضرتك بألف خير. كل سنة وانت طيب وإحنا جميعا طيبين وبخير إن شاء الله. كيف رأيت مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام؟ وهل في اختلاف بين المظاهر الاحتفالات السنة دي والسنين اللي فاتت يا أستاذ صلاح؟ يعني بشكل عام أنا أعتقد أن المصريين يعني بيستقبلوا عيد الميلاد المجيد هذا العام بشكل ربما يكون مختلف تم إلى حد ما عن السنوات القريبة السابقة. أظن أنا أن في إحساس كبير بي يعني أنه الجماعة الوطنية المصرية بتلتئم مرة أخرى التئاما شبه كامل، وانه دعوات التمييز ودعوات يعني استخدام الدين كوسيله للتفريق ما بين المصريين والتمييز فيما بينهم بتتراجع في الفضاء العام، من الفضاء العام نتيجه لثوره 30 يونيو وطبعا ثوره 25 يناير، ولكن اكثر بعد 30 يونيو، على اساس انه الاحساس بانه اعاده بناء مصر كوطن قدار للمصريين جميعا بصرف النظر عن أديانهم أو أفكارهم أو آراءهم أو حتى اتجاهاتهم السياسية بدأت تبرز في الفضاء العام خلال الفترة القصيرة الماضية، وده اللي بيخلي للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام طعم جديد ومختلف طبعا. إنما العناصر الثابتة اللي كانت موجودة طول كل العصور ما زالت طبعا موجودة، لكن عموما اللمسة الجديدة التي أضيفت إلى الاحتفال هذا العام ومن بينها بقى تقاليد جديدة زي حرص رئيس الجمهورية على أنه يزور الكاتدرائية الكبرى أثناء القداس، وأنه يهنئ المصريين المسيحيين بعيد الميلاد ويهنئ المصريين جميعا بهذا العيد، إلى آخر هذه التقاليد التي بتضاف إلى المشهد. الحقيقة بتعمل إضاءة مهمة جدا على المستقبل، وأظن أنها بتحفر مجرى جديد مع أشياء أخرى كثيرة لمستقبل يعني تلتئم فيه الجماعة الوطنية المصرية وتستبعد نوازع التعصب ونوازع التمييز وغيرها من المشاعر والاتجاهات التي كانت تهدد يعني المستقبل بأفضح الأخطار. يعني أستاذ صلاح، حضرتك مش شايف إن ده مجرد يعني توجه رسمي، يعني شايف ملامح لمشاعر حقيقية داخل المجتمع المصري؟ هو الأساس في الواقع في المجتمع المصري، وطبقا لما جيلنا وطبعا جيلكم وجيل عجل قريبة جدا مارست وعاشت، هو أنه التعصب ده قشرة بتصطنع في لحظات وتصنعها أفكار يعني متعصبة ومتشددة وبعيدة عن جوهر طبيعة التسامح التي بتسود المصريين عادة وسادتهم في معظم فترات التاريخ. ولذلك المصريين هم جزء من ترحابهم بما يحدث هذا العام، وجزء من سعادتهم بما يحدث في الفضاء العام في هذا الشأن بالتحديد، مرتبط بأنهم بيشعروا بأنهم
يعني بيوعدهم إلى حقيقتهم وإلى جوهرهم الحقيقي الذي عاشوا فيه وتربوا عليه سنوات طويلة. بالنسبة لي وبالنسبة لغيري من أجيالنا جميعا بنشعر بأنه كان هناك كابوس ما في الفضاء العام متعلق بهذه المسألة، كان يقلقنا كثيرا جدا في سنوات، في بعض السنوات وخصوصا في 20 سنة الأخيرة أو 30 سنة الأخيرة. الآن بنشعر الآن بأن مصر التي عرفناها وتربينا فيها وشعبنا الذي نعرفه ونعرف مدى تسامحه ومدى استعداده للقبول بالاختلاف بالرب بالآخر وقبول بالأديان المختلفة والإحساس بالوطنية المصرية، نعم. كما يعني دفع من أجلها كثيرين بيعود مرة أخرى. ولذلك أظن أن جزء من العملية دي أن هو الإحساس ده أن احنا عدنا مرة أخرى كما كنا، وهذا يريحنا كثيرا ويسعدنا كثيرا. طب هذه الخطوات اللي احنا عدتناها وحضرتك أشرت ليها أستاذ صلاح، هل هي كافية ولا احنا بحاجة إلى خطوات أخرى؟ لا، هي طبعا هتحتاج إلى نوع من الترجمة لي، يعني هي ميزتها الأساسية إن هي بتخلق المناخ الاجتماعي النفسي والروحي للتقبل الخطوات الأخرى اللي كانت دائما بتجد عقبات وبتجد يعني محاولة لتأجيلها والتسويف فيها، لكن أنا أعتقد إنه بيفتح الباب أمام فكرة إلغاء كل أشكال التمييز اللي يمكن تكون أو بقايا أشكال التمييز التي يمكن أن تكون لا. موجودة في تشريعات، في قوانين، في إجراءات، بتفتح الباب أمام إنه التعاون المصريين جميعا على اختلاف أديانهم وأفكارهم وعقائدهم من أجل بناء مصر الجديدة. فأنا أعتقد إنها بتخلق المناخ الملائم للخطوات العملية التي تحقق هذه الروح. أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك طيب. الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ صلاح عيسى. قبل ما أروح فاصل أنا بس فقط أشير إلى بيانين يعني صدر عن الأزهر الشريف. الأزهر الشريف بيدين مقتل الشرطيين اللي استشهدوا امبارح من رجال الشرطة إثر إطلاق نار عليهم أمام كنيسة بمحافظة المنيا. أيضا بيان آخر من الأزهر الشريف بيدين الهجوم الإرهابي المسلح على مقر المجلة الفرنسية شارلي إبدو في باريس النهاردة. هناخد فاصل ونرجع نكمل بقية أخبارنا بإذن الله. مرحبا بحضراتكم مرة ثانية في الحياة اليوم، وبنستكمل فقرتنا الإخبارية اللي هنخصص الجزء ده منها لحالة الطقس. أكيد حضراتكم اللي قاعدين جوه البيوت دلوقتي متغطين بالبطاطين وقاعدين يشربوا حاجات سخنة، طبعا موجة من الطقس، أسوأ موجة بتضرب البلاد من سنين طويلة. مصر بتعيش حالة من عدم استقرار الجو وانخفاض درجات الحرارة وصلت إلى درجة الصقيع. يعني في أخبار دلوقتي بتقول إن مثلا في سانت كاترين درجة الحرارة حوالي 1 تحت الصفر والمواسير تجمدت، المية تجمدت في المواسير في كافة محافظات مصر، في أمطار غزيرة زي ما حضراتكم شايفين هذه المشاهد من الإسكندرية النهاردة. تلج الإسكندرية ترتدي حلة ناصعة البياض، يعني زي أوروبا، ما فرقناش كتير قوي عن موسكو ولندن وباريس والكلام ده في الطقس. طبعا طبعا أعلنت موانئ البحر الأحمر والإسكندرية استمرار توقف حركة الملاحة بيها بسبب سوء الأحوال الجوية. الأمواج ارتفعت لأكثر من 4 أمتار، وصلت حالة الطقس إلى زي ما قلنا لحضراتكم وزي ما حضراتكم متابعين في الشاشة إنه الشوارع غطيت وتغطى حاليا بالثلوج. في طيارتين أثناء هبوطهم في مطار برج العرب تعرضت إلى صواعق رعدية، لكن الحمد لله الأمور عدت بسلام. تعالوا نشوف تفاصيل أكثر في هذا التقرير. حالة من الطقس السيء والرياح الشديدة شهدتها الكثير من المحافظات المصرية أدت لارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار، وأجبرت 6 موانئ على الإغلاق أهمها الإسكندرية وبور توفيق ودمياط، كما توقفت حركة الصيد في البحرين الأحمر والمتوسط.
فمحافظة الأسكندرية تشهد منذ عدة أيام حالة من الطقس السيء وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، مما أدى لإعاقة حركة المشاة والسيارات، كما تراكمت مياه الأمطار التي هطلت بغزارة بشوارع وميادين المدينة. حالة من الاستعدادات القصوى رفعتها الهيئة العامة للموانئ بورسعيد بمركز العمليات من خلال تشديد الرقابة على كل من المنطقة الشرقية والشمالية والجنوبية تحسبا لأية ظروف طارئة نظرا لسوء الأحوال الجوية، مع استمرار حركة الملاحة بالموانئ الثلاثة غرب والعريش وشرق بورسعيد. ولليوم الثاني على التوالي شهدت محافظة سيناء رياحا عتية تسببت في شل حركة السير على الطريق بمختلف أنحاء المحافظة، وهو ما تسبب في إغلاق أجزاء من الطريق. ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية فإن أحوال الطقس ستكون أسوأ حالا لطبق الأجواء شديدة البرودة، حيث تكون الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية بحوالي 6 درجات مئوية، مع استمرار تكاثر السحب واحتمال هطول أمطار غزيرة على السواحل الشمالية تمتد بشدة متفاوتة لتشمل مناطق الدلتا ومدن القناة والقاهرة وحتى شمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، لتبقى فرص هطول الثلوج قائمة بشكل متفرق بالإضافة إلى استمرار نشاط الرياح وإثارة الرمال. إسراء حامد، الحياة اليوم. معايا على التليفون اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية. سيادة المحافظ مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب. خير كلها إن شاء الله يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني زي ما شفنا في الشاشة، على الشاشة الإسكندرية ترتدي حلة ناصعة البياض زي ما قلنا. إيه الأخبار بقى؟ أوصف لنا الحالة ست محافظ. الحمد لله. هي طبعا المشكلة أو مش المشكلة، يعني تدفق الأمطار بشكل كثيف جدا، ومية البحر كمان بترمي في أجزاء زي في الميناء الشرقي في منطقة القلعة بشكل عام. لكن المحصلة الإجراءات المتخذة سواء لتنظيف الشنايش، فتح مراكز العمليات، وجود هوت لاين، في ترمبات في أماكن تحت بعض الأبكار، ترمبات ثابتة بنوصل لها ديزل وكهرباء، يعني حتى كان فيهم واحدة كهرباء بس اللي هي كانت في المنظرة. مجرد حضر شرط في المنظرة يمكن لمدة ساعة سببت لنا مشكلة لمدة ساعة في المية، وبعدين شغلنا الكهرباء وجبنا جنبها ديزل، يبقى في وسيلة للترمبة. الشنايش شغالة، في بدائل انك حاطط عربيات على مسافات زي احتياطيات كده بتتحرك للاماكن اللي فيها ميه. بشكل عام اغلب الشوارع كويسه جدا كمان، انما في مناطق زي طوسن كان فيها مشكله ولسه واخد دلوقتي انها يعني ميه زياده وتحلت. وادي القمر مثلث الشركات وده اتحل في حدود الساعه 6 النهارده جزء من المحور، انما بشكل عام الشوارع اللي انت متعرف عليها اللي انا بحكي عليه ده يخص اهل اسكندريه. طبعا اي جزء انت هتلاقي فيه حضرتك زي اسفلت يعني مش منتظم في شكله، او شنيشه مقفوله بتلاقي فيه جنب مطر شويه ميه في جنب الشارع. لكن بشكل عام المرور بيتحرك بسرعه حتى مبالغ فيها من وجهه نظري، العربيات بتتحرك مش مراعيه ان الارض عليها مطر. اغلب الشوارع نشفت مش فيها او نشفت، ودليل ان في مطر ان الاجزاء اللي انا بقول لحضرتك ان يبقى في شنيشه فيها عيب في التنظيف او حته اسفلت. ممكن اقول ان اسكندريه اتغسلت و ما عنديش مشاكل خالص لا في السيوله المروريه ولا في ميه البحر اللي طلعت في اغلب الاماكن. والاماكن اللي هي كانت محتاجه مشروعات صرف قادمه لسه ما اشتغلناش فيها، دي استخدمنا فيها عربيات بكثافات عالية جدا، عربيات اللي هي كسح المية يعني بشكل عام. طب يا سيادة المحافظ ايه اخبار المناطق اللي هي يعني مثلا فيها شوارع لسه فيها شوارع ترابية؟ شوارع ترابية طبعا هي بتشرب لكن ما نشفتش. يعني لما يعني النهاردة كان في مدخل وادي القمر فعلا انا اللي بقول يمكن محدش قال لك كان المطر كتير، بعت عربيات نازح يعني دي كسحت فيها، لان الشوارع الترابيه او ما اتعملش فيها مشروع صرف يبقى بالتالي ما فيهاش مشروعات تصريف مطر، وبالتالي طبعا طبيعه الارض نفسها بس هي بتبقى رمليه مش طينيه بتشرب بتبقى طريه يعني. طيب شبكه الميه وشبكه الكهرباء شغالين زي العدد؟ كويس جدا. وشركه الميه كمان يعني مثلا مين اللي بيساعدني دلوقتي على المحور فتح في تعرف البلاطات الخرسانيه دي اسمها نيوجيرسي بتفتح فيها فتحات عشان تصريف المطر وكده، مين اللي بيساعدني؟ شركه المياه
هيئه الطرق. طبعا احنا كصرف صحي وما شابه، لكن الحمد لله كله شغال، الكهرباء كويسه، المياه كويسه، الشوارع مش عايز اقول ممتازه، اغلب الشوارع حالتها حضرتك ممتازة. حضرتك بتوصف لي حاله ويعني ربما مثاليه. لا مش مثاليه ولا حاجه، يعني انا اقصد اللي هيقول لك شارع بعينه، هيقول لك شارع بعينه، وانا هرد عليه. انا قلت لك الصبح كان عندي المنظره، المياه فيها عاليه جدا، نفق المنظره، النبا والمهندس كانت المياه عاليه، تقصد كانت المياه عاليه، وادي القمر كانت المياه عاليه، مثلث الشركات كانت المياه عاليه، اللي هي على الطرق الرئيسيه مياه عاليه. ما فيش اي تداعيات سلبيه يعني حوادث؟ لا ما فيش، لا ما فيش حوادث طرق، ما فيش، ربنا يكرمنا يعني، ما بقولش اهو ما فيش، هي الحمد لله يعني مفيش حاجه غير. طيب في مأذنه اعتقد لجامع اثر. انا بقول لك عدل مأذنه، تمام. هذا المأزنة بتاعت ابن خلدون، لكن بشكل عام الحمد لله مش حاله مثاليه. الشوارع لما الميه بتصرف، الميه مصرف. طب انا هقول لك حاجه، في منطقه سيدي بشر البحر مش رمى ميه، رمى رمله. الرمله دي بس مش في الشارع، على البوردور، اللي هي في ناحيه البحر، واخد بال حضرتك؟ عشان في لوحات اعلانات كثيره وقعت، في شجر وقع، لكن ما حصلوش خسائر، واحنا اذلنا اللوحات الاعلانات دي كثيره جدا، يعني فوق ال 50 لوحه اعلانات، فوق الحمد لله ما وقعتش على حد، والحمد لله احنا شلناها من المكان اللي هي فيه. اشكرك سياده المحافظ اللواء طارق المهدي، محافظ الاسكندريه. معايا على التليفون دكتور هشام عرفات، استشاري هيئه الطرق والكباري. دكتور هشام مساء الخير. مساء النور يا فندم، معانا استاذ عبد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وانت طيب. الاجراءات بقى اللي بتتخذ دلوقتي من قبل الهيئه علشان مراعاه هذا الطقس السيء. اول كل سنه ومصر كلها طيبه وحضرتك طيب. هو حضرتك الجو طبعا اللي احنا فيه ده هو معروف جدا بالنسبه لاي حد بيشتغل في مجال الطرق والكباري. ده لازم ناخد بالنا يعني، بالذات على الطرق السريعه يعني، لان نسبه الحوادث لو دخلنا صنفنا اسباب الحوادث، هتلاقي ان دايما بتبقى في حدود من 4 ل 5% في مصر من الحوادث ترجع الى حاله الطقس. حالة الطقس ده يعني بيكون عندنا يعني جو ضبابي او حركة رياح رهيبة جدا من خمسينية، او حركة رياح امبارح اللي هي احنا شفناها امبارح كانت غريبة شوية، رياح ترابية رهيبة في عز الشتاء، او سقوط امطار. فالتلات عوامل دول لازم ناخد بالنا منهم في بالذات في الطرق والكباري، وحقيقه بالذات الكباري يعني، الناس كلها بتركز على الطرق، انا عايز اركز بقى ان الجو خطر جدا في مجال الكباري اكتر. ليه بقى الكباري اخطر يا دكتور؟ الكباري اكتر لان فواصل التمدد بتاعه الكباري بتتاثر جامد جدا بالعوامل الجويه. يعني لما يكون عندنا احنا حقيقه في مصر برضو حاجه شاذه شويه، ان لما يكون عندك تراب، يعني عاده في البلاد مثلا الاوروبيه بتتعرض صحيح لمشاكل جويه، بس ما عندهمش تراب. احنا عندنا التراب بيجي وبعدين يجي وراه مطر، بيحصل نوع من التكلس عند فواصل التمدد بتاعت الكباري، فبتمنع الكوبري ان هو يتمدد بسهوله، فبتاثر على حركه التمدد والانكماش بتاع الكوبري. فهي هيئه العامه للطرق الكباري عندها سيستم في الايام ده بالذات، لازم بتعمل صيانه كامله للفواصل، بتنظف الفواصل من الاثار الترابيه، عشان ان شاء الله لما يجي ميه ما يعملش التكلس اللي احنا بنخاف منه، الذي قد يؤثر الى على حركه التمدد والانكماش بتاعت الكوبري. طيب يمكن يا دكتور يعني في بلاد اللي بتتعرض لمثل هذا الطقس السيء، نزول هبوط الامطار، هطول الامطار، سقوط الثلوج، العربيات نفسها بتبقى مجهزه في عجل للشتاء وعجل للصيف، احنا ما عندناش ده. هو دي لا دي حاجه خاصه، دي امر طبعا عندك حق، هو ده امر طبعا يرجع الى نظام المركبه نفسها او السيفتي فيتشرز بتاعت المركبه. حضرتك تنصح بايه دلوقتي؟ دلوقتي واحنا على الطرق وعلى الكباري؟ لا هو بالنسبه للاجراءات الفنيه للطرق والكباري، الهيئه عامه للطرق والكباري بالنسبه للطرق السريعه عارفه كويس قوي هي بتعمل ايه في مثل هذه الظروف، وعندهم طبعا طوارئ بالذات في شهر واحد دايما من كل سنه، ان الحقيقه عندهم يعني دايما في عقود خاصه بالصيانه،
فرجاله الصيانه في الهيئه ومن يعاونهم من مقاولين واستشاريين بيطلعوا على المحاور الرئيسيه وبياخدوا بالهم من حاجات زي كده، بالذات كمان الانفاق لازم نطمن عشان لا قدر الله ما يجي مطر بكميات رهيبه ما يسدش الصمت، وبالذات الصمت بقى لو كمان في تراب الصمت هيتسد، فبيجي الترمبات تشتغل ما تسحبش ميه تسحب تراب، فده اللي يمكن بيسبب بعض المشاكل في بعض الانفاق اللي داخل المدن يعني. لان عدم الصيانه اللي هي قبل موسم الامطار. فالهي الحقيقه الحمد لله بتاخد بالها من الموضوع ده. الموضوع كمان الاكبر في بعض المناطق زي سيناء في سيول، فمناطق السيول ليها برضو يعني تعامل بطريقه مختلفه عن الطرق السريعه اللي هي موجوده مثلا في الدلتا او في الصعيد. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور هشام عرفات استشاري هيئه الطرق والكباري. معايا اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئه ميناء اي الاسكندريه والدخيله. مساء الخير يا سياده اللواء. سياده اللواء عبد القادر درويش مع حضرتك. معايا سياده اللواء؟ ايوه معاك يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم ومساء الخير على مشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا. سياده اللواء حاله الميناءين دلوقتي الاسكندريه والدخيله عامله ازاي؟ هو احنا دلوقتي الميناءين مقفولين من امبارح، مفيش حركه سفن، انت عارف حضرتك طبعا ان الاحوال الميناءيه يعني عندنا حاجه اسمها حركه سفن، في عندنا حركه تداول مضايع داخل المواني. الاثنين دول بيتاثروا بفعل الرياح، بفعل ارتفاع الامواج، بفعل حالات الرؤيه، بفعل الامطار الشديده، واحنا اليومين اللي فاتوا دول النوى اللي احنا فيها دي كانت قاسيه شويه، تعمل لنا وقوف للحركات دي كلها خلال الفتره دي. بتتاثر طبعا حركه تداول المضايع في ميناء بهذا الكلام، لكن هو معروف ومرتبط بميناء اسكندريه بالذات. ميناء اسكندريه ميناء الوضع الجغرافي بتاعه والفتحه بتاعت الجهاز والممرات موجوده في مهب الريح اللي هو الشمالي الغربيه دايما اللي بتيجي منها الامطار وكده، وده بيتاثر بيه. يمكن بعض المواني الاخرى ما بتتاثرش كده زي ميناء دمنهار، بعض المواني في البحر الاحمر بتتاثر باتجاهات اخرى الرياح، لكن احنا بنتاثر بالحركه دي كتير، وده نسبه معروفه من الاول يعني. وبرضه الموضوع ما هوش يعني احنا اساسا عارفين طبعا الكلام ده مسبقا من حاجه سنويا موجوده في نواه محدده، بنبقى عارفين وبناخد احتياطاتنا قبلها، الى جانب ان في محطات ارصاد موجوده في المواني مع محطة الارصاد الجويه اللي موجوده في القوات البحريه، فده كله بيبقى عارف وعارفين تقريبا المواعيد وكده، وبنتوقع بناخد اجراءاتنا الاحترازيه قبل الموقف ده ما يحدث، او بنبقى متوقعينه لوقف الحركه وكده تامينا للسفن وللحركه بتاعت الشاحنات والمضايع الداخليه. طب واحنا بنتكلم عن توقعات، حضرتك بتوقع امتى تعود الحركه ويعاد فتح الميناءين؟ ان شاء الله طبقا لتوقعات الارصاد الجويه باذن الله هتبدا بكره يعني من بعد الظهر تقل حده الرياح، ولكن طبعا البحر بيفضل من تاثير الثلاث اربع ايام دول اللي اتقل فيه كبير، يعني في تعبير دارج عندنا بيقول البحر بيتنفخ شويه وكده يفضل قاعد، لكن يمكن مع نهايه اليوم اعتقد من الجمعه الصبح ان شاء الله بمقاطعه هتعود حركه الميناء لطبيعتها خالص. يمكن الجو منتظرين ان هو الجمعه والسبت اللي جايين يبقى كويس باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئه مينائي الاسكندريه والدخيله، واحنا بنواصل معرفه يعني اثار هذا الطقس السيء على مختلف نواحي الحياه في مصر على مختلف القطاعات. قطاع الكهرباء معايا الدكتور محمد اليماني متحدث باسم وزاره الكهرباء. مساء الخير دكتور محمد وكل سنه وحضرتك طيب. دكتور محمد اليماني مساء الخير. اهلا بحضرتك دكتور محمد. ازاي تاثرت الخدمه في قطاع الكهرباء بالطقس السيء؟ هو لا شك طبعا انه مثل هذه الاجواء رغم يعني بروده الجو وتدني درجات الحراره، الحقيقه استمرت فرق العمل في شركات توزيع الكهرباء من مهندسين وفنيين وعمال في القيام بدورهم في مثل هذه الظروف الصعبه، لانه حضرتك عارف انه دائما زي ما ذكر من هيئه الارصاد انه ربما من امس حتى يوم الجمعه درجات الحراره متدنيه قد تصل الى تحت الصفر في زي ما حصل في جنوب سيناء او في بعض مناطق الاسكندريه. ده ترتب عليه طبعا حضرتك عارف انه بيتم في مثل هذه الظروف اعلان حاله الطوارئ،
توفير فرق للصيانة، توفير مولدات احتياطية، تم رصد العديد من الأعطال على خطوط الجهد المتوسط 11 كيلو فولت تحديدا. حضرتك عارف أنه أطوال شبكات الجهد المتوسط طبعا معظمها أنت عارف هوائية، وأطوالها بتتجاوز 1.7 مليون كيلو متر، وبالتالي حصلت بالفعل أنه تعرضت بعض المناطق لأمطار أو رياح قد تصل إلى درجة العواصف. ترتب على ده أنه نقدر نقول أنه تحديدا محافظات الدلتا كانت الأكثر يعني الأعطال فيها، نتكلم عن منطقة الإسكندرية وعن بعض الكفر الشيخ والمنوفية والغربية والشرقية، الحقيقة دايرة شبين طنطا شبرا والبدرشين. يعني الكهرباء اتقطعت في المناطق اللي حضرتك ذكرتها دي يا دكتور؟ مناطق، بس بيحصل الآتي، يعني بيحصل الآتي انه على الفور طبعا الشبكة الحمد لله عندنا موحدة، بيتم عمل مناورات سريعة في المواقع اللي بيحصل فيها الأعطال، بيتم رصدها فورا في مراكز التحكم وفي الموزعات، بيتم عزل العطل، بيتم عمليات تغذية بديلة للموقع فورا. أقدر أقول من ساعة إلى ساعتين أي عطل بيتم التعامل معه وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، ونحمد الله يعني بشكل عام الشبكة العامة الموحدة مستقرة، ويعني إحنا الفرق والناس الفنيين والمهندسين العمال جاهزين للتعامل مع أي عطال في أي موقع. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء. عايزين نجمل بقى يعني اللي بيحصل في الطقس في مصر من امبارح. احنا نفسنا يعني انا شخصيا وفريق الحياة اليوم تعرضنا لطقس امبارح شديد البرودة قارس جدا لما كنا بنغطي قدام الكاتدرائية المرقسية في العباسية. معايا من مقر هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة. دكتور أحمد مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب. مساء النور، كل سنة وسعتك طيب والسادة المشاهدين بخير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وعودوا على مصر جميعا بالصحة إن شاء الله والسعادة. امبارح وإحنا بنستضيف الأستاذ مفيد فوزي دخل محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد، والأستاذ مفيد على طول قال له يا أخي أنت مش أنت محافظ القاهرة، إيه الجو ده؟ أنتوا بتعملوا إيه في الجو ده؟ فطبعا كانت مداعبة لطيفة من الأستاذ مفيد فوزي. ايه اللي حصلان بقى في الجو يا دكتور احمد؟ والله هي جمهورية مصر العربية بتتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا جاي من جنوب القارة الأوروبية، درجات حرارته باردة جدا، علاوة على ان هو معاه ظواهر جوية وشدة رياح، وشدة الرياح بتحسسنا بدرجة الحرارة أقل من المقاسة على الأقل بثلاث أربع درجات. يعني أنا النهاردة لما أجي أقول لك العظمى في القاهرة عملت 11، مع شدة الرياح ممكن أحس إنها 8 ممكن أحس إنها 7، لأن الرياح ليها تأثير شديد لتغيير درجة الحرارة. بس مش بس كانت رياح امبارح، كانت رياح وتراب، يعني عاصفة ترابية. هي الرياح طالما الرياح بدأت بتبقى محملة بالرمال المصارة، وده اللي حصل امبارح ان شدة الرياح كانت قوية جدا فعملت عاصفة ترابية، واحنا الحمد لله كنا متنبئين بالكلام دول واغلقت المينائين البحرين الابيض والاحمر. طيب ده اللي حصل امبارح، وهل اتغيرت الصورة النهاردة يعني بشكل جذري؟ هل تحسنت خلينا نقول؟ لا، هو نقدر نقول ان الرمال المصارة تقريبا انتهت ودخلت السحب الممطرة، وادت الى ان طبعا ان هدوء الرمال، ولكن الرياح كانت كما زالت شديدة، وبدأت أمطار عنيفة على السواحل الشمالية سواء الغربية منها أو الشرقية، والوجه البحري وصلت إلى القاهرة ولشمال الصعيد، وده اللي هدى الرمال اللي احنا شفناها امبارح. طيب مسألة تساقط السلوج في الإسكندرية واعتقد كمان في جبال سانت كاترين أيضا كانت متوقعة؟
احنا الحمد لله احنا كنا متوقعين بهذه الموجة من نزول درجات الحرارة التي تؤدي إلى الصقيع في بعض المناطق، خاصة في سانت كاترين وشمال الصعيد، واحنا قلنا فعلا الكلام دون، وقلنا ان فعلا هيتكون صقيع على المزروعات في هذه المناطق، ولان درجات الحراره الصوره في هذه المناطق بتوصل الى تحت الصفر، فبالتالي طبعا اكيد هيكون في تلوج اللي احنا شفناها في كل من سانت كاترين واسكندريه. طيب انا عايزك تتفضل بالبقاء معنا دكتور احمد، احنا هنتكلم في نفس السياق، هنتكلم عن الاستعدادات للسيول، واحنا بنتابع تطورات الطقس السيء، عدم استقرار الأحوال الجوية. معايا على التليفون الدكتور حسام مغازي وزير الري. مع الوزير مساء الخير وكل سنة وانت طيب. وحضرتك بخير أستاذ عمرو وضيفنا العزيز، كلكم بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا فندم. يا ترى إيه آخر الاستعدادات لمواجهة السيول هذا العام؟ آخر التوقعات، هل الدكتور أحمد قال لكم على توقعات من هيئة الأرصاد الجوية؟ وحقيقة طبعا التعاون مع هيئة الأرصاد بتجينا نشرة بتوقعات الأرصاد 72 ساعة مقدما، فدي بتدينا حقيقة فرصة لنبدأ الحالات الطوارئ عندنا في مناطق السيول، سواء في جنوب سيناء أو وكي إبلي لو في أي خطر من السيول. بالنسبة لنا طبعا الأمطار في وكي بحري برضو بيبقى لها حالة طوارئ بس مختلفة شوية. لو اتكلمنا على وكي بحري اسكندرية ومحافظات الوكي البحري، بنبدأ بنعمل خطة وهو بنقلل كمية المية في الترع المتجهة في الوكي البحري، وبنخزن قدام القناطر علشان استعداد لأي مطر بينزل في الترع ما يعملش ازدحام، وفي نفس الوقت عارفين ان الفلاحين ما بيروش في هذا الوقت، وبالتالي المية لا تذهب الى المصارف او البحر بدون الفايدة منها يعني. تمام. أنا عرفت أن حضرتك قمت بجولات تفقدية في بعض المحافظات في أسيوط في سوهاج. صحيح، يعني إحنا عندنا مجموعة من السدود بتنشأ في موجود وفي زيادة بنعملها في أسيوط وسوهاج، ويمكن في كمان في هنا كمان عمدين بعض السدود، ويمكن إن شاء الله عندنا أمل ننتهي منها في فبراير القادم، ان موسم السيول في وكي إبلي عاده في مارس وابريل، يمكن غير الشتاء اللي احنا عارفينه ده بيبقى السيل بياتي في هذا الوقت، فان شاء الله عندنا امل نخلصها في نهايه فبراير او اوائل مارس. دي زياده عن السدود الموجوده علشان برضو تحسبا لاي موسم سيول. لكن الشيء اللي احب اضيفه طبعا، ومعانا دكتور رئيس هيئة الأرصاد، إن مصر عموما طبقا للدراسات العلمية بتستقبل عاما بعد عام موسم أمطار وسيول بتزداد حقيقة سنة بعد سنة، يعني دي حقيقة علمية ما هياش حاجة مفاجأة، والدراسات بتقول كل سنة بتزيد عن اللي قبلها، هذه أسباب التغيرات المناخية المعروفة للجميع. فمن هنا يعني يمكن التعاون مع هيئة الأرصاد، وإحنا كوزارة ري بنعمل برضو زيادة في السدود وزيادة في البحيرات للاستفادة بهذه المية بدلا من ضياعها في البحر أو يعني فقدانها بدون الاستفادة بها. طب اسمح لي معالي الوزير أروح للدكتور محمد، سوري الدكتور أحمد، آخر تقرير عن السيول يا دكتور أحمد قدمته لوزارة الري كان إمتى وكان بيقول إيه؟ احنا كان اخر تقرير قدمناه لوزارة الري ولجميع المحافظات اللي كان عليها سيول كان في اوائل ديسمبر، واعتقد ان وزارة الري مشكورة قامت فعلا بالعمل جيد في لما وصل لها التقرير، وكان فعلا احنا اتقابلت معالي الوزير الري في اجتماع خاص بالسيول، واحنا على فكره دائما في على اتصال بوزاره الري والمحافظات جميع المحافظات اللي بيحصل فيها سيول،
وبين قبل السيل ما بيحصل ب 72 ساعة بنقول لهم إن هيحصل سيل علشان يبدأوا يتخذوا الإجراءات اللازمة لهذا السيل. طب معالي الوزير، وإحنا بنتكلم عن السيول لابد أن نتطرق، حضرتك أشرت إلى الصعيد أسيوط وسوهاج وغيرها، شمال وجنوب سيناء مخرات السيول، يعني دايما كنا بنشوف كل سنة كل موسم سيول يعني مآسي بصراحة. يعني خلينا نقول سيول ظاهرة طبيعية، يعني لا يستطيع بشر يمنحها طبعا أو حركتها، لكن دور وزارة الري حقيقة وهو ترويض هذه السيول لتصبح يعني أو يمكن الاستفادة بها بدلا من تصبح نقمة أو لها تأثير مدمر، فدورنا هو توفير ممر آمن لهذه السيول لتتجه إما إلى بحيرات أو سدود أو إلى الخليج. فبالتالي يعني يمكن نقدر نزيح بعض المعلومات إن يمكن في الستة شهور عمر هذه الحكومة تم ضخ حوالي 450 مليون جنيه، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ أي حكومة أو في تاريخ وزارة الري لجنوب سيناء فقط، منهم حاليا مشروع في وادي وتير بربع مليار جنيه أو 250 مليون جنيه في وادي واحد فقط، وده رقم أيضا لم يحدث في مشروع لوحده، يعني وفطابة 50 مليون جنيه ووادي غراندل 112 مليون جنيه. حقيقة يعني مش بنقول أكتر من إحنا بنأدي واجبنا، لكن بنطمن إن شاء الله السادة المستمعين إن جنوب سيناء إن شاء الله يمر موسم سيل آمن بإذن الله بدون أي تلفيات إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام مغازي وزير الري، ومعايا لسه دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. دكتور أحمد، طيب إحنا اتكلمنا عن الحاضر، ماذا عن المستقبل؟ بكرة ماذا ينتظر المصريين فيما يتعلق بالطقس؟ بكرة إن شاء الله هستمر حالة عدم الاستقرار على شمال البلاد، هيكون تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بسقوط الأمطار على الساحل الشمالي وخاصة الشرقي منه. الرياح هتكون شديدة برضو على الساحل الشمالي، ولكن قد هتخف حدتها على الوجه البحري والقاهرة والصعيد، ولكن خفة الرياح دين أو ضعف الرياح هيكون لمدة يوم واحد بس اللي هو غدا إن شاء الله، ولكن من يوم الجمعة تبدأ تاني الرياح تشد تاني، وبالتالي احنا بكرة هتكون الفرصة لسقوط الأمطار على كل من الوجه البحري والقاهرة والساحل الشمالي الغربي والشرقي. هيكون هتكون الصقيع على مناطق وسط سيناء والشمال الصعيد، حيث درجات الحرارة الصغرى هتكون أقل من درجتين. السنة اللي فاتت يمكن الناس كلها فاكرة في كل من تفضل يا فندم، هيكون في كل من وسط سيناء بالذات خاصة سانت كاترين وشمال الصعيد ناحية أسيوط وسوهاج وهذه المناطق. طيب أنا كنت عايز أقول يعني السنة اللي فاتت الناس كلها كانت فاكرة لما نزل تلج هنا في القاهرة، في القاهرة الجديدة تحديدا، وإحنا بنشوف مناظر التلج اللي نزل في اسكندرية، هل ده ممكن يتكرر السنة دي هنا في القاهرة؟ والله هو مع حدوث التغيرات المناخية اللي أثرت على جميع بلدان العالم، هو أكيد برضو مصر اتأثرت بهذه التغيرات المناخية، ومنتظر أيضا أن يعني ممكن يحصل موجات برد أكتر من دي، لأنها طبعا طالما اتأثرت بها البلاد هتؤدي إلى أمطار تصل إلى تعمل ثلوج، ولكن يعني لحد دلوقتي ما بانش على الخرائط اذا كان ممكن تبدا امتى بالظبط، هنقول قبلها ان شاء الله ب 72 ساعه. واحنا بنتكلم قبل ما نتصل بحضرتك مع اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئه مينائي الاسكندريه والدخيله، يعني تعرفنا على حاله المينائين وطبعا قرار الاداره بتاعه المينائين باغلاقهما. انتوا قدمتوا تقريركم للهيئه، هيئه المواني، من فتره معقوله مناسبه. احنا بنطلع حضرتك التقرير سواء التحذير البحري او التحذير الجوي على الاقل بقبليه ب 72 ساعه، بحيث ان يستطيع ان
المسؤولين في هذا المكان هم يتخذوا الإجراء اللي يخفف من شدة حالات الجو عدم الاستقرار. تمام. طيب الموجة بشكل عام، موجة الصقيع اللي احنا بنعيشها دلوقتي هتنتهي امتى؟ والله لحد دلوقتي يعني الخرائط بتقول انها مستمرة على الاقل لحد يوم الحد. يعني بعد يوم الحد ممكن تنكسر شوية؟ لا لا لا، انا اقول لحضرتك على الاقل لحد يوم الحد. على الأقل إن اخر خرائط عندنا لحد يوم الحد، فاحنا ممكن يعني يوم مثلا الجمعة نقدر قرارات جديدة تكون جات نقدر نقول إذا هستمر ولا هتنتهي. يعني نصايحك لينا نعمل ايه؟ نلبس ايه؟ ما زلنا بننصح، احنا دخلنا في فصل الشتاء، بننصح بالملابس الثقيله، بننصح بالذات اللي بيرجع في وقت متاخر بالليل او هينزل بدري ان يكون ملابس ثقيله اكتر شويه، اذا كان عنده ما طفلي المطر بيلبسه. الساده الساقين على الطرق السريعه بيقلل من السرعه بتاعته، خاصه ان وجد امطار شديده بيبدأ يقلل السرعة، ولو شدد أنا في رأيي أنه يركن على جنب لحد ما المطر يخف شوية، لأن طبعا الأرض أساسا بتبقى زلقة، يعني مش هيقدر يقف لو هو ماشي بسرعة عالية، مش هيقدر يقف في الوقت المناسب اللي هو عايز يقف فيه، فبنصحه أنه فعلا يخفف سرعته. نبتعد عن البحر، المسطحات البحرية في البحر الأحمر والبحر الأبيض، لأنه ما زال حالة البحرين مضطربة وحتصل مضطربة على الأقل إلى حد يوم الحد على الأقل. درجات الحرارة المتوقعة دكتور أحمد؟ يعني المتوقع بكرة هتكون العظمى على القاهرة والوجه البحري 12 درجة، على المناطق بتاعة الصعيد الشمال الصعيد هتكون ما بين 13-14 درجة، جنوب الصعيد هتتراوح ما بين من 14-15 درجة، الساحل الشمالي هيتراوح ما بين 10-12 درجة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. وبكده بتنتهي هذه الفقرة اللي احنا خصصناها للطقس الشديد، مش عايز أقول السيء، يعني اللي بيجيبه ربنا كله كويس، لكن طقس بصراحة شديد جدا وبيفكرني أنا شخصيا بالطقس في روسيا في بعض الأوقات. حاولنا نجمل لحضراتكم يعني صور مختلفة من هيئات مختلفة، من مقر هيئة الأرصاد، من وزير الري، محافظ الإسكندرية، والعديد من المسؤولين الآخرين، علشان نعرف إيه اللي بيستنانا بكرة فيما يتعلق بالطقس البارد. هناخد فاصل وهنكمل مع بعض إن شاء الله فقرتنا الإخبارية. حضراتكم مرة ثانية في الحياة اليوم، ومواصلين مع حضراتكم فقرتنا الإخبارية اللي هتاخدنا دلوقتي إلى شرطة النقل والمواصلات اللي رفعت حالة الطوارئ في السكة الحديد، في المترو، في اتوبيسات النقل العام، والهيئات التابعة لتأمين المنشآت والعاملين لمواجهة الخارجين على القانون خلال احتفالات الشعب المصري بأعياد الميلاد. ضفنا اللواء السيد جاد مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، هنتعرف منه على استعدادات الإدارة لتأمين كل المرافق الحيوية. أنا برحب بحضرتك يا سيادة اللواء، كل سنة وانت طيب ومساء الخير. مساء النور يا أستاذ عمرو، أهلا بيك. اهلا وسهلا فندم. سيادتك وكل عام وانتم بخير، والساده المشاهدين جميعا بخير. ترى ايه اهم الاجراءات اللي بتقوم بها دلوقتي الاداره لتامين الركاب في القطارات، في وسائل المواصلات العامه؟ هو حضرتك تعلم جيدا ان خلال الاونه الاخيره تم رفع حاله الاستعداد القصوى، وبناء عليه كل القوات كانت في حالة استنفار كامل بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين ورأس السنة وما يواكبها من احتفالات. كلنا بنبقى حريصين إن
احنا نأمن كافة المواطنين سواء المترددين على المحطات او ركاب المترو والقطارات او اتوبيسات النقل العام او اتوبيسات التابعة للشركات اللي بتجوب المحافظات. وبالتالي هناك خطة بتسمى خطة في الظروف الغير عادية، يعني هناك خطط موضوعة في الظروف العادية، وفي الظروف الغير عادية هناك استنفار كامل وخطة بتعتمد على تكثيف الخدمات، تكثيف التواجد الشرطي في المحطات وفي القطارات وقطارات المترو والأتوبيسات والمحطات. بنزود رجال الحماية المدنية في هذه الأماكن، بيتم نشر رجال الشرطة السرية، هناك مجموعات تم إعدادها متمركزة في المحطات وفي أقسام الشرطة الخاصة بمترو الأنفاق، هناك مجموعات تم تشكيلها خفيفة الحركة للانتقال في المواقف التي تستدعي ذلك. تم تقسيم خط سير مترو الأنفاق إلى 5 قطاعات، كل قطاع في مجموعات بتجوب القطارات، بتفحص حالات الاشتباهات، بتفتش المتعلقات اللي موجودة مع الركاب. دي بتبدأ مرحلة متأخرة بعد فحص الركاب المترددين من خلال المداخل ومن خلال الصالات وعلى الأرصفة. بعد ركوبهم القطارات هناك مجموعات بتفحص المتعلقات وتفحص الركاب، ومن خلال الإجراءات اللي بقول لحضرتك عليها تم ضبط الكثير من المخالفات خلال الآونة الأخيرة، تم إجهاض الكثير من المحاولات اللي بيسعى لها الناس أعداء الوطن لإحداث زعزعة لدى المواطنين. فالحمد لله كنا لديهم بالمرصاد وتم ضبط العديد من القضايا، وما زالت القوات متواجدة في أماكنها في المحطات وسائل الانتقال وكافة المنشآت الهامة والحيوية اللي الإدارة العامة شرطة النقل والمواصلات مسؤولة عن تأمينها. كله بيأدي عمله وكله حريص على تحقيق أقصى درجات الأمن للمنشآت والأهالينا من الركاب المترددين على المحطات. طب سيادة اللواء، يعني حضرتك أشرت إلى حالة الاستعداد القصوى، دي مرتبطة بفترة الأعياد، يعني هل الصورة هتتغير في الفترة اللي جاية؟ هو الحقيقة يا فندم الوزارة لا تدخر أي جهد في تعزيز الإدارة العامة شرطة النقل والمواصلات بالعنصر البشري وكافة ومسايرة كافة التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بعملنا. تم دعم الإدارة خلال الفترة الأخيرة ب 800 مجند، تم تدريبهم تدريب عالي، دول متواجدين بصفة مستمرة، يعني غير مرتبطين كدعامة بشرية، غير مرتبطة بأحداث دول تم تعزيز المحطات بيهم، هيبقوا مستمرين إن شاء الله على الدوام. تم توزيعهم، دول مدربين بالإضافة للتدريب العادي اللي بياخدوه، تم إضافة صقلهم بمحاضرات في حقوق الإنسان في الحماية المدنية، أخذوا محاضرات لأن أول مرة نستعين الحقيقة بمجندين من المؤهلات. يعني قلنا العمل اللي هيكلفوا بيه ده يستدعي ان احنا نديهم محاضرات اضافية يستوعبوا كيفية التعامل مع المواطن المتردد على مترو الانفاق، حقوق المواطن، كيفية التعامل مع اي جسم غريب فور اكتشافه او الابلاغ بيه، وفي نفس الوقت ادنا له محاضرات خفيفة في الاستيقاف والتفتيش وحالات استعمال السلاح والتجاوز
في استعمال الحق ومدى المساءلة اللي بتترتب عليها، وبالتالي مؤهل الحمد لله للتعامل مع كافة الناس المترددين على المحطات، وفهمناهم ان اهالينا الناس المحترمين مش كل ما يتردد الناس اللي بتتردد على محطات المترو وبتستقل المترو تقول اهالينا من المواطنين الشرفاء اللي احنا مسؤولين عن تأمينهم، بيندس بينهم بعض الخارجين عن القانون، دورنا ان احنا بنواجههم ونتعامل معاهم في سبيل تحقيق اقصى درجات السيطرة الامنية لكافة المترددين على المحطات سواء المترو او سكك الحديد او زي ما قلت لحضرتك وسائل النقل اللي احنا مسؤولين عن تأمينها. تمام. لن تنتهي الإجراءات بمجرد الأحداث اللي احنا فيها أو الظروف اللي احنا متواجدين فيها، لا. تمام. القوات متواجدة وكلنا متواجدين والخطة بتنفذ بإذن الله تعالى، واحنا على مدار اليوم كامل القوات متواجدة في أماكنها، وإن شاء الله نسعى جاهدين لتحقيق الأمن في لأهالينا من المواطنين الشرفاء. طب سيادة اللواء، خلينا نروح من المترو لمحطات القطارات سكة الحديد. يعني بعد ما القطر بيوصل للمحطة خلاص، يعني المحطة النهائية بتاعته الناس بتنزل، ايه الإجراءات اللي انتوا بتاخدوها لتأمينه للرحلة التالية؟ بمجرد وصول القطار لنهاية المحطة هناك في مجموعات تم تشكيلها برئاسة ضباط ومعاهم كلب كشف عن المفرقعات، بيتم دخول القطار بمجرد نزول الركاب للتأكد من عدم تخلف أي راكب، عدم وجود أي محتويات أو أمتعة أو أجسام غريبة داخل القطارات، وبعد تعقيمه تماما والتأكد من خلوه من أي أجسام غريبة بتطلع خدمة معاه إلى مكان تخزين القطار إذا كان حيتم تخزينه، وإذا كان حيعاود برقم آخر لأي جهة أخرى هناك في خدمة موجودة وخدمة على الأرصفة بتتابع كافة تحركات الركاب. لو وصل الحوش أو مكان التخزين هناك في خدمات معينة وإحنا مكثفينها الحقيقة خلال الآونة الأخيرة، يعني بمجرد تعزيزنا بالعنصر البشري تم تعزيز أماكن تخزين القطارات في كافة المحطات على مستوى الجمهورية. وهل تم يعني تركيب كاميرات في المحطات في بعض القطارات، يعني كاميرات مراقبة زي ما بيحصل في أماكن كثيرة في العالم؟ هو حضرتك أنا عايز أقول لحضرتك التأمين ليه ثلاث محاور، في عنصر بشري، في أجهزة وتقنيات حديثة، في المواطن الشق الثالث اللي بيتعاون معانا بالمعلومة والإبلاغ فور الاشتباه في أي شيء أو أي معلومات موجودة عنده. العنصر البشري يعني الحمد لله في استجابة بالنسبة لطلبات الإدارة العامة شرطة النقل والمواصلات، السيد الوزير لا يدخر أي جهد الحقيقة، تم تعزيزنا بضباط بأفراد بشرطة نسائية وطلبنا الكلام ده بمجندين، وإن شاء الله يعني بيتم تدريبهم على مستوى عالي للتعامل مع كافة الأحداث. بالنسبة للتقنيات الحديثة احنا الحقيقة طالبين اجهزة ومعدات، في اجهزة كثيرة الوزارة دبرتها وفي اجهزة ومعدات وتقنيات، يعني مشكورا السيد وزير النقل وعد بتوفيرها وادى تعليمات وتوجيهات للمسؤولين انه يدبرها في القريب العاجل، وان شاء الله اي شيء بيضاف من خلال المعدات أو الأجهزة أو الكاميرات أو ما إلى ذلك ده بيساعد الدعامة البشرية في تحقيق مهمتها بكفاءة. بالنسبة للكاميرات هناك في محطات فيها كاميرات، وهناك في خطة موضوعة لاستكمال باقي المحطات،
ففي محطات سواء في المترو أو السكة الحديد تم تركيب كاميرات فيها، والحقيقة يعني بيتم متابعة المترددين على المحطات من خلالها بصورة جيدة. وما زال المنظومة بيتم الانتهاء تباعا من تركيب المحطات في باقي المحطات، لكن الخطة الموضوع أو الهدف تركيب المحطات في كافة تركيب الكاميرات في كافة المحطات سواء المترو أو محطات السكة الحديد. هتستعينوا بالشرطة النسائية في محطات القطارات زي ما استعنتوا بها في محطات المترو؟ يعني هو أنا بقول لحضرتك دي مرتبطة بتوافر الإمكانيات البشرية. أنت عارف حضرتك أن في دور بيلقى على الشرطة النسائية حاليا على مستوى الوزارة بيستعان بيها في مجالات كتيرة جدا. احنا الحقيقة السيد الوزير عززنا خلال الأونة الأخيرة بمجموعة من الضابطات ومجموعة من الشرطيات على الفور، خصصنا بمجرد توافر المجموعة دي خصصنا مدخل خاص لدخول السيدات في محطة مصر، وقلنا دي البداية، يعني بمجرد توافر أعداد أكبر إن شاء الله نعمم هذه الفكرة في العديد من المحطات. استعنا بيهم في تفتيش المشتبه فيهم من السيدات، استعنا بيهم في التعامل مع عربات السيدات بالنسبة للمترو، بيشاركوا معنا في الحملات اللي بنقوم بيها لضبط كافة المخالفات، لأن أنت عارف حضرتك الشرطة النسائية بتبقى أقدر أو أكثر حرية في التعامل مع العنصر أو العنصر النسائي، يعني بيندس في وسط النساء بعض الخارجات عن القانون أو اللي بيزاولوا أي نشاط إجرامي أو الهاربين من الأحكام أو المتسولين أو ما إلى ذلك أو اللي بيستخدموا لنقل أي شيء ممنوع. فمن خلال الشرطة النسائية ومن خلال التعامل مع المترددين من النساء سواء على الأرصفة أو في الصلاة أو في المداخل بيدخلوا معهم عربيات السيدات وبيتعاملوا مع حالات اشتباه بحرية وبكفاءة، وهم الحقيقة أخذوا برضو معانا دورة سريعة كده لطبيعة العمل بتاعنا في المترو وفي السكة الحديد وكيفية التعامل مع كافة السيناريوهات المطروحة، والحقيقة بيأدوا عملهم بكفاءة وأضافوا لنا خلال الفترة الأخيرة بالنسبة للعمل في كافة المحطات. أنا بشكرك شكرا جزيلا اللواء السيد جاد مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، شكرا جزيلا. هناخد كمان فاصل ونرجع نكمل بقية أخبارنا بإذن الله. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في الحياة اليوم، وإحنا بنواصل حلقتنا في هذه اللحظات. التلفزيون المصري بيذيع نص الحوار اللي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع التلفزيون الكويتي اللي حضراتكم يمكن شايفين دلوقتي في النص الثاني من الشاشة. هذا الحوار أجراه الرئيس أثناء زيارته إلى الكويت في قصر بيان. نشوف جزء يا جماعة من هذا الحوار. هل هناك من ملامح أخرى واتجاه للسياسة الخارجية المصرية؟ احنا في خطاب التوصيب اتكلمنا على ان مصر بتدير سياستها الخارجية بشكل توافقي وتتعامل مع كل العالم دون استقطاب او محاور، يعني فكرة العلاقات مع دولة على حساب دولة او التعاون مع دولة على حساب دولة اخرى ده مش من مفردات السياسة المصرية الحالية. احنا بنتعاون مع كل الناس لان احنا محتاجين ده، لان مصر ليها متطلبات كتيرة جدا هي في امس الحاجة ان احنا نحققها من التعاون مع الجميع. فخامة الرئيس
ما هي الكلمة التي تود أن توجهها إلى الشعب الكويتي؟ ما هي الكلمة التي تعبر عن مكنون مشاعركم اتجاه دولة الكويت حكومة وشعبا؟ يعني اسمح لي ولكل أشقائي وأهلي في الكويت هنا، أنا كل الكلمة اللي حولها لهم وأرجو أن هم يتقبلوها مني، أنا حول لهم خلي بالكم من بلدكم، حافظوا عليها، حافظوا على استقرارها، حافظوا على الأمن اللي موجود فيها، لا تختلفوا مع بعضكم البعض. الكويت تسعكم ويزيد. فإن كان أنا مش بقول بالمناسبة الكلمة دي، أنا بقول الكلمة دي لكل الأشقاء اللي بيجوا من الدول العربية ومن الخليج، بقول لهم خلي بالكم، احرصوا على الأمن واستقرار بلدكم. احنا عندنا تجربة، والتجربة دي بتخلينا نقول لكم احنا شفنا أمور نتمنى ان انتم ما تشوفوهاش. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، نشكرك باسم تلفزيون دولة الكويت على هذا اللقاء القيم والهام. شكر وسعيد بهذا اللقاء، ان انا التقيت من خلال التلفزيون الكويتي بالشعب الكويتي. كل عام وانتم طيبين، يعني كل عام وانتم طيبين. ده كان جزء من الحوار اللي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى الكويت مع التلفزيون الكويتي، واللي ركز فيه السيسي على أن الأمن القومي العربي كل ولا يتجزأ، وأمن الخليج جزء من أمن مصر. قال أيضا لن نسمح بأي تهديد لأمن أشقائنا العرب. قال السيسي نواجه تحديا كبيرا في منطقتنا العربية وعلينا مواجهته معا. وقال أيضا أن مشروع قناة السويس الجديدة هو إحياء لطريق التجارة العالمية. يمكن احنا حصلنا الجزء اللي احنا زعناه دلوقتي كان بيتكلم فيها عن السياسة الخارجية لمصر. قال أن مصر بتدير سياستها الخارجية بشكل توافقي بعيدا عن المحاور وبعيدا عن الاستقطاب. وفي الآخر وجه كلمة إلى الكويت شعبا وحكومة، يعني طالب فيها ونصح فيها بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن الكويت تسع الجميع. دي كان ملخص يمكن للرسائل اللي بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت وإلى أطراف أخرى من خلال حواره مع التلفزيون الكويتي. هناخد فاصل ونرجع نكمل بقية فقرتنا الإخبارية. مرحبا بحضراتكم مرة ثانية في الحياة اليوم، وبنواصل فقرتنا الإخبارية. كنا تابعنا مع حضراتكم خاصة في الفترة الأخيرة ظاهرة انتشار العبوات الناسفة في مختلف محافظات الجمهورية، وطبعا في المقابل قوات الأمن والأجهزة المختصة استطاعت تفكيك عدد كبير من هذه العبوات قبل ما تنفجر وقبل ما تتسبب في أي خسائر في الأرواح أو خسائر مادية. بس من خلال متابعتنا للمشهد الحالي نقدر نقول إن قوات الشرطة بتعمل بكامل طاقتها على حماية الأمن، أمن الوطن، والحفاظ على أرواح مواطنيه حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالنفس. ده يعني الدليل على كلامنا، ده المشهد البطولي اللي قام به المقدم ضياء فتوح الخبير بإدارة المفرقعات بالجيزة، اللي استشهد أثناء تفكيكه قنبلة جنب قسم شرطة الطلبية بشارع الهرم، واللي النهاردة شيع جسمانه في جنازة عسكرية مهيبة في مسقط رأسه في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ويمكن حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشة يعني جزء من جنازة الشهيد اللي استشهد أثناء تفكيك عبوة ناسفة، المقدم ضياء فتوح الخبير بإدارة المفرقعات في الجيزة. نشوف تقرير عن الجنازة ونرجع نكمل مع حضراتكم. في مشهد جنائزي مهيب
شيع الآلاف من أهالي قرية التلين التابعة لمركز منيا القمحة كثمان الشهيد النقيب ضياء فتحي فتوح سالم الضابط بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وسط حالة من الحزن الشديد مطالبين بضرورة القصاص من الإرهابيين الذين استباحوا دماء الأبرياء. فبخطى ثابتة ونفس واثقة اتجه إلى ممارسة عمله. إنه النقيب ضياء فتحي الذي تقدم بشجاعة وثقة ثابتين وأمسك بالقنبلة التي تم زرعها على بعد 15 مترا من الباب الرئيسي لقسم شرطة الطالبية بشارع الهرم ما أدى إلى استشهاده، ليخرج جثمانه ملفوفا بعلم مصر يحمله الآلاف من الأهالي مرددين هتافات ضد الإرهاب ومنددين بجرائم الإخوان. إسراء سعد، الحياة اليوم. رحم الله البطل المقدم ضياء فتوح. أنا معايا على التليفون زميلة الصحفية في جريدة الوطن مروة ياسين اللي أجرت آخر حوار صحفي مع المقدم ضياء فتوح قبل ما يستشهد بأيام قليلة. مساء الخير يا أستاذة مروة. مساء الخير يا أستاذ عمرو. هو بس أنا عملت معاه حوار قبل ما يستشهد بشهور مش بأيام. بشهور بشهور نعم. لكن هو الحوار الوحيد تقريبا اللي اتعمل معايا. طب نعرف امتى بالظبط اجريت الحوار ده يا استاذ مارو؟ كان في اغسطس 2013، كان في اعقاب فضة سماي الرابعه والنهضه واللي حصل فيه قنابل اللي اتزرعت في كل حته في مصر، شوارع وميادين. كان وقتها الشغل كله كان رجال المفرقعات هم اللي بيقوموا بيه. فبدات اعمل معاه لقاء باعتباره احد خبراء المفرقعات وكان اشهرهم وابرزهم كمان. طيب يا ترى ايه يعني ابرز النقاط اللي جرت في هذا الحوار؟ الحقيقه هو كان يعني كان بيكلمني عن وضعه في الشغل وفكره ان هو بقى متعود على الموت قوي، لان كل يوم بينزل فيه بيبقى رايح وهو عارف ان هو ممكن يبقى شهيد في لحظه ما. فكان بيحرص على انه يتصل بوالدته مثلا يسلم عليها قبل ما يروح المهمه بتاعته. كان بيودعها بطريقته يعني. وقال لي ده يعني سر بيني وبينك، انا بعمل ده علشان بودعها بطريقتي بس انا ما بقولهاش ده بشكل مباشر يعني. كان طبعا البدله اللي هو بيلبسها اللي هي كان وزنها 35 كيلو والخوذه اللي 15 كيلو يعني كنت طبعا وزنها كبير جدا. انا اعتقدت ان هي بتحمي جثته، بتحميه من الموت يعني. فهو قال لي لا، هي بتحمي جثتي ان هي تتحول لافلاء، لان القنابل لما يعني لما القنابل بتنفجر احنا الجسم بتحول لأشلاء وما بيعرفوش يلمونا. فطبعا دي كان موقف صعب جدا ان البدله دي دورها حمايه جثتهم عشان خاطر يلاقوا حاجه يدفنوها يعني. هو طبعا كان شخص مرح جدا، حتى هو بيتكلم عن موت كان مبتسم يعني، دايما بيبتسم كده في وش الناس اللي حواليه. كان شخص بيتعامل مع أصدقائه كلهم سواء سواق أو فني أو حتى رئيسه بيتعامل معهم بنفس الطريقة، كان شخص محبوب جدا. برضو يعني يمكن النقطة دي عاوزين نركز عليها يمكن مع المسؤولين في إدارة المفرقعات أستاذة مروة، أنه يعني نقطة بصراحة أنا أول مرة أسمع بالمعلومة اللي حضرتك أشرتي ليها، اللي مسألة أن البدلة دي بس علشان لو لا قدر الله أن حصل يعني تفجير وانفجرت العبوة الناصفة أو القنبلة أنه الجسم الضابط أو الخبير بتاع المفرقعات ما يتفتتش. دي أول مرة يعني أسمعها، لذلك يعني لابد أن احنا هنركز عليها على هذه المسألة، لأنه يعني هنتساءل برضو هل البدل دي اللي احنا بنشوفها يعني ليها أنواع؟ هل ليها في بدل مثلا درجة أولى، درجة تانية، درجة تالتة؟ إيه أنواع البدل اللي موجودة في هذه الوحدة، وحدة أو الإدارة، إدارة الحماية المدنية؟ خليكي معايا أستاذة مروة لو سمحتي. أنا معايا العقيد إبراهيم حسين من إدارة الحماية المدنية قسم المفرقعات في الجيزة. سيادة العقيد مساء الخير والبقاء لله في المقدم الشهيد ضياء فتوح. بقاء الله أستاذ عمرو، شكرا. أهلا وسهلا. طب يا فندم يعني خلينا يعني نبتدي من العبارة اللي قالتها لي دلوقتي زميلتنا مروة حسين، يعني هل فعلا البدلة دي لا تحمي؟ لا، هي البدلة دي اسمها بدلة تعامل.
هي بتحمي. هو فعلا زي ما قال زميلنا الشهيد ضياء رحمه الله عليه، هي البدله فعلا بدل مفتش المفقعات جسمانه ما يتطاير من براء انفجار اي عضوه، فدي الى حد ما يعني بتبقى بتحميه لا قدر الله لو حصل بقى انفجار شديد بيتوفاه الله يعني. طب في انواع من البدل يا سياده العقيد، يعني في بدل معينه نقدر نقول بتقدم حمايه مثلا 90% 70% 60%؟ لا والله هي عفوا يا استاذ عمرو، دي من البدله اللي عندنا دي بدله حديثه جدا وكويسه جدا، وهي صحيح ثقيله الوزن، لكن احنا خبرتنا وكثره تمرسنا في العمل بنقدر نتعامل بنشتغل مع العبوه واحنا مرتدين هذه البدله، لكن هي ثقيله جدا يعني. يمكن انا في حوار سابق انا قلت في مداخله سابقه قلت لحضرتك لو تشرفنا ويبقى عمليا نوري الاخ اللي هيجي لنا ازاي البدله بتتلبس وازاي هي ثقيله جدا وبتبقى عبء جدا على مفتش مفرقعات اثناء التعامل مع اي عبوه. ايوه يعني هي عبء بس يعني مطلوب انه الواحد يعني يلبس. انا فاكر الفيديو الشهير يا سياده العقيد اللي هو تفكيك القنبله او العبوه الناسفه اللي كانت قدام او جنب قصر الاتحاديه. بالظبط انا شفت الضابط داخل مش لابس لا بدله ولا حاجه. لا انا موضوع الاتحاديه دي انا ما اقدرش افتيك فيها يا استاذ عمرو، ده تبع القاهره، لكن احنا في تعاملاتنا مع العبوات الناسفه مع اي عبوه حضرتك على طول بنرتدي البدله. ويمكن انا في مداخله سابقه حضرتك في عبوتين كانوا على الدائري، انا لما سالتني حضرتك انت ليه انا شايفك على الفيديو ليه مش مرتدي البدله، انا قلت لحضرتك انا تحللت من البدله لان البدله بيد اوزنها ثقيل جدا، احنا بنتصدى ان احنا بنبطل مفعول العبوه وبنتحلل من لبس البدله، لكن هي البدله طبعا لا شك انها بتحمينا يعني بتحمينا في بعض الاحيان، يعني في بعض الاحيان بنبقى مطمئنين واحنا داخلين على تفكيك العبوه يعني. طب هل الاجراءات يا سياده العقيد اللي حضراتكم بتتخذوها اثناء التعامل مع العبوات الناسفه مع القنابل يعني نفس الاجراءات اللي بتتخذ خلينا نقول مثلا في بريطانيا في فرنسا في امريكا؟ سياده العقيد انا مع حضرتك مع حضرتك استاذ عمرو، احنا بنشوف حضرتك احنا اللي اتعلمناه في المفرقعات احنا بنتبع جميع الاجراءات اجراءات السلامه بالنسبه لإحنا لينا احنا لمفتش المفرقعات، يعني اولا اللي بيقدم على تفكيك العبوه بيبقى فرد واحد بس، حتى لو حصل اي انفجار يبقى الانفجار هيبقى في شخص واحد فقط وليس المجموعه، يعني مفتش المفرقعات زي رحمه الله عليه زميلنا ضياء هو تقدم للعبوه لوحده والفريق المعاون رجعه لورا، بل حضرتك فهو خد كل الاجراءات اللازمه، ارتدى البدله الواقيه زي ما حضرتك شايف، وفي عندنا اجهزه معاونه انا في حل ان انا اذكرها، وهو اتبع جميع الاجراءات السليمه فعلا اثناء التعامل مع العبوه. لكن انا بحب اقول لحضرتك احنا بنعاني من كثره الناس اللي حوالينا اثناء التعامل، وده بيخلينا بيعوق عملنا اثناء العمل، يعني الناس اللي هم المواطنين اللي هم بقى ايه عاوزين يتفرجوا بالظبط كده. وانا برضه بقول لحضرتك يا استاذ عمرو ان بيبقى الشخص اللي واضع هذه العبوه ممكن يكون مندس في وسط هؤلاء الناس، وطبعا معاه موبايل، وربما الموبايل ده متوصل معاه موبايل موصله بالموبايل اللي على العبوه، فبينتهز اي فرصه ان في ارسال واصل للموبايل اللي متوصل على العبوه بيفجر العبوه. لكن احنا بالنسبه لنا احنا بنتبع كل الطرق السليمه وجميع الاجراءات المتبعه في اثناء فك اي عبوه او التعامل مع اي. طبعا مش عارف يا سياده العقيد حضرتك بتشوفنا دلوقتي ولا لا، لكن احنا بنعرض دلوقتي لقطات اللي هي انا حضرتك يا فندم انا شفت رحمه الله عليه وهو بيتعامل مع العبوه على اليوتيوب، هو اتخذ والله كل الاجراءات المتبعه
كلنا. وضياء كان رحمة الله عليه الله يرحمه رحمة واسعة، وكان ضابط متمكن وضابط كويس جدا، لكن ما يغلاش على الله سبحانه وتعالى يعني. طيب يعني في مرة احنا صدفنا، يعني انا مش متذكر، انا اسف مش متذكر الاسم، لكن اعتقد انه مدير الإدارة، مدير إدارة الحماية المدنية على مستوى الجمهورية يعني، وعرضنا بعض الفيديوهات وعرضنا بعض اللقطات لروبوتات وإنسان آلي. طب يعني ليه لا يتم الاستخدام، استخدام هذه الروبوتات بدل ما يروح الضابط ويغامر بحق؟ والله يا أستاذ عمرو أنا لا أخفيك سرا، هو في إدارات على مستوى الجمهورية فيها الروبوت، وفي بعض الإدارات لم يصلها الروبوت حتى الآن. يعني احنا في الجيزة إن شاء الله في القريب العاجل هيصلنا الروبوت، لكن احنا عندنا أجهزة أخرى احنا بنستخدمها أثناء التعامل مع العبوات. يعني أنا مثلا أنت شايف بنلبس بنرتدي البدلة، وفي أجهزة تانية بتعاوننا الحقيقة يعني. فالروبوت في إن شاء الله في القريب العاجل هيصل قسم المفرقعات في الجيزة بإذن الله. طب اسمح لي بس يعني سيادة العقيد خليك معايا أروح لزميلتي مروة، معلش مروة أخرتك، لكن يعني وانت لما شفتي هذا الفيديو للحظات الأخيرة للشهيد المقدم ضياء فتوح، يعني حسيت أنا إيه؟ اسمح لي بس أستاذ عمرو قبل ما أعلق على الفيديو، أنه فيما يتعلق بالسترات الواقية للرجال الحماية المدنية وخاصة رجال المفرقعات في القوات المسلحة، في زي خاص اسمه ريدمان، اعتقد انه هو غالي الثمن، تكاليفه غاليه جدا، لكن في وسائل الحمايه اعلى بكثير من المتاحه حاليا لرجال الحمايه المدنيه. الى جانب اسمه ايه يا استاذه مروه؟ ايه يا فندم؟ اسمه ايه؟ ريدمان. ريدمان الرجل الاحمر يعني. الى جانب انه بيتم تفكيك العبوه في 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 صندوق معين، مثلا بيتحط في صندوق، حتى لو انفجرت بتنفجر في صندوق مش في وش الانسان اللي هو مقبل عليها. طبعا الشهيد رحمه الله عليه كان دايما اي بلاغ بيتقدم له كان بيبقى اسرع من البلاغ اللي جاي، يعني كان بيحاول يجري بسرعه يروح لمكان الحدث، خايف ان هي تنفجر في اي حد من المواطنين. ده بحسب كلام رؤسائه اللي تعاملوا معاه بشكل مباشر. وقتها كان العميد جمال عبد المنعم وده قال لي ده بشكل شخصي، يعني ان هو من الناس اللي حريصه جدا ان هي تلحق تروح مكان البلاغ قبل ما العبوه تنفجر في اي حد، وهو اللي بيتعامل معاها على طول. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا الاستاذه مروه ياسين الصحفيه في جريده الوطن، اللي سبق يعني في السابق اجرت حوار مع المقدم الشهيد ضياء فتوح. برجع لضيفي العقيد ابراهيم حسين. سيادة العقيد أنا عايز برضو أسمع تعليق حضرتك على اللي قالته زميلتي مروة، يعني هل في سترة معينة بتستخدم في القوات المسلحة اسمها ريدمان مش موجودة عندكم في إدارة المفرقعات إدارة الحماية المدنية؟ هي يمكن الأستاذة مروة عايزة بس تشير لشيء، إن في حاجة ما تسمى بالبوتقة. البوتقة دي عبارة عن جسم اسطواني حديدي حضرتك، ده بتحط فيه العبوة وبعد كده بيتم التعامل، حتى لو انفجرت يا استاذ عمرو هتبقى داخل هذه البوتقه، فمش هتؤثر على مفتش المفرقعات او مجموعه العمل اللي بتعاون مفتش المفرقعات. ان شاء الله في القريب احنا هيصلنا الروبوت ده يا استاذ عمرو. الروبوت ده ممكن احنا نربط عليه المدفع الميه، ومدفع الميه ياخد الروبوت يتقدم بيه للعبوه وعلى مكان معين بالظبط. ده فعلا يا فندم الفيديو اللي انا يعني فاكره لغايه دلوقتي اللي عرضه لنا، يعني اعتقد سياده اللواء اللي جاء عندنا هنا في الحياه اليوم، وشفنا يعني مدفع مياه بيوجه للقنبله او العبوه الناسفه وبيتم التخلص منها والتعامل معها بطريقه امنه. بالظبط. بس انا يعني انا في جزئيه احب اضيفها هنا يا استاذ عمرو، انا لا اخفيك سرا ان رحمه الله عليه الشهيد ضياء، بس عايز اذكر الساده المشاهدين او اللي كانوا حاضرين الواقعه، ان العبوه دي كانت احدى بجوار احدى محطات البنزين. لو الشهيد رحمه الله عليه كان استعمل مدفع الميه كنا مش عارفين ايه اللي هيحدث من جراء اطلاق طلقه الميه اثناء اطلاقها. ممكن حضرتك بتحدث بعض الشارج، ودي محطه بنزين،
فربما هو انا رحمة الله عليه انا بحلل الموقف بس حضرتك ربما هو حضرتك فكر هذا التفكير وتفكير جميل جدا انه لو اطلق مدفع المية على العبوة هو خلاص وصل حضرتك العبوة وكان ممكن يرجع ويحط مدفع المية لكن هو حط في حسبان رحمة الله عليه ان في محطة بنزين جنبه لو اطلق الطلقة بتاعت مدفع المية دي بتحصل منها شرد ربما يحصل حريق او يحصل تمتد للمحطه يبقى فهو انا على ما اعتقد انا بحلل الموقف يعني فهو قال انا اتعامل لكن هو ما لحقش يتعامل حضرتك يعني انت لو تلاحظ في في في, في لقطه الفيديو اللي بثت على مواقع اليوتيوب فهو ما لحقش يتعامل حضرتك ما لحقش يتعامل هو اللي هيتعامل انفجرت. طب سيادة العقيد يعني ايه نصايح حضرتك للمواطنين اللي بيلاقوا ابوات ناسفه؟ انا حضرتك بس احنا السادة المواطنين اي مواطن حضرتك بيعصر على جسم صلب بيخرج من مسلوك اي شنطه مغلقه اي صندوق خشبي اي صندوق طالع منه سلوك او متوصل بيه جهاز موبايل او شيء من هذا القبيل يا ريت يبلغ على 180 و180 ده على فكره يا استاذ عمرو اي في منتشر في على نطاق اي مديريه امن يعني وانت ماشي مثلا في القاهره او ضربت 180 هيرد عليك مطاف القاهره وانت في نطاق الجيزه هكذا وفي نطاق اسكندريه في اي محافظه وانا بزيد حضرتك كمان احنا ارقامنا في الجيزه 3761025 7 3761025 7 و8 و9 دي الارقام التليفونات المباشره معلش استاذنك بس كررها لي مره ثانيه 376 3761025 7 و8 و9 دي ارقام سويتش اداره الحمايه المدنيه بالجيزه الى جانب الخط 180 حضرتك 180 انا هقول الارقام مره ثانيه 3761025 7 او في الاخر 8 او في الاخر 9 ثلاث خطوط حضرتك زائد اللي هو الرقم 180 الهوت لاين انا بشكرك شكرا جزيلا العقيد ابراهيم حسين من اداره الحمايه المدنيه قسم المفرقعات في الجيزه وبكرر عزائي لك ولاسره الشهيد المقدم ضياء فتوح الخبير بإدارة المفرقعات في الجيزة شكرا جزيلا نروح لخبر آخر النهاردة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ترأس اجتماع بمقر وزارة النقل لمتابعة الموقف التنفيذي لشبكة الطرق اللي بيتم تنفيذها في إطار المشروع بحضور المهندس هاني ضاحي وزير النقل ومسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري ومسؤولي الشركات المنفذة للمشروع القومي معايا على التليفون السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء مساء الخير يا سعادة السفير مساء الخير يا فندم تحياتي اهلا وسهلا يا ترى ايه اللي خرج به الاجتماع ده سعادة السفير لو سمعني سعادة السفير نتائج هذا الاجتماع انا سامع حضرتك صوتي يكون واصل لحضرتك اتفضل دلوقتي انا سامع حضرتك تمام كان الاجتماع السيد رئيس الوزراء في مقر وزارة النقل بحضور السيد وزير النقل ومسؤول الهيئة العامة للطرق والكباري وأيضا مسؤول الشركات المنفذة للمشروع القومي للطرق كان هناك عرض بالموقف الخاص بكل طريق لأن وزارة النقل الآن بتنفذ طرق بأطوال 1250 كيلومتر تقسم على 13 طريق ومقسمة ل 22 مشروع بتنفذها 16 شركة وتم عرض موقف تنفيذي لكل الطرق والإجراءات أو المعوقات اللي بتواجه معدلات التنفيذ لبعض الطرق واللي كان أساسي فيها هي عملية نزع الملكية للمنفعة العامة لأن بعض تلك الطرق بتمر في مناطق زراعية بعض المناطق فيها بيوت للأهالي فده اللي كان عنصر أساسي في تعطيل معدل التنفيذ لبعض الطرق وإن كان في طرق أخرى معدلات التنفيذ فيها بتمشي ومنفذة طبقا للجدول اللي موضوع ليها هناك بعض الشركات أيضا غير المصرية الشركات العربية اللي بتنفذ بعض مشروعات الطرق كان ليها طلبات حول الإفراج الجمركي عن المعدات اللي بتستخدمها في المشروعات
اللي بتنظمها. رئيس الوزراء اكد على انه يجب الاهتمام اللي بيتم في مواقع تنفيذ المشروعات والالتزام بالجودة ومراعاة سبل المعيشة الملائمة للعاملين والعمال والمهندسين في تلك المواقع، وانه وجه سيادته بأن يكون هناك اجتماع أسبوعي داخل وزارة النقل لمتابعة البرامج الزمنية اللي بتتم تنفيذها لتلك المشروع الطرق. طبعا مشروع الطرق دي مشروع قومي كبير ومهم، لأن الطرق هي شريان التنمية لأي منطقة بيكون فيها طريق بيتيح واستفادة من تنمية المناطق دي. هل هذا المشروع أو هذه المشاريع سعادة السفير مرتبطة بمراحل معينة بجداول زمنية معينة لكل مرحلة؟ نعم، هو بالفعل في جداول بتوضح كل طريق طوله المناطق المفروض يمر بيه، الخطوات اللي تمت تنفيذها حتى الآن، المعوقات اللي بتواجه كل طريق على حدة إذا كان هناك فيه معوقات، كيفية التغلب على تلك المعوقات حتى يتم المضي في الالتزام بتسليم المشروعات والطرق في موعدها المحدد. في مجموعة من الطرق بدون أي معوقات في 11 مشروع، منهم طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر ده طوله 180 كيلومتر، طريق النفق عين موسى 35 كيلومتر، طريق وادي النطرون العالمين 135 كيلومتر. في عدد من الطرق ليس فيها أي معوقات ومعدلات التنفيذ بتتم طبقا لهو مقرر. هناك طرق أخرى فيها بعض المعوقات اللي زي ما ذكرت لسيادتك بتتمحور حول نزع الملكية للمنفعة العامة وأحيانا الإفراج الجمركي عن معدات الشركات المشاركة فيها تنفيذ المشروع. معلش مرة تانية سعد سفير، عدد الشركات قد إيه اللي مشاركة في هذا المشروع؟ 16 بتشارك فيها كلها تنفيذ المشروع. كلها شركات مصرية ولا في شركات أجنبية أخرى؟ أخرى خاصة وبعض الشركات العربية. بعض الشركات العربية. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء. بكده تنتهي حلقة النهاردة من الحياة اليوم اللي حاولنا نتابع فيها أكتر من ملف. تابعنا مع حضراتكم ملف الحادث الإرهابي اللي حصل في العاصمة باريس، وإحنا بنتابع هذا الحادث بنحاول نرسخ المفهوم اللي احنا بننادي فيه في مصر، مفهوم التعامل مع الإرهاب كمفهوم شامل لهذا المصطلح وليس مفهوما ولا مصطلحا انتقائيا زي ما بيقول أو زي ما بيتبنى ذلك بعض الدول الغربية والحكومات الغربية. تابعنا أيضا حالة الطقس في مصر وأثرها، وأيضا التقينا مع اللواء السيد جاد مساعد وزير الداخلية للنقل والمواصلات. بكرة بإذن الله حلقة جديدة ومتابعة إخبارية لكل ما يجري في مصر ومتابعة لما يجري خارج مصر إن كان ذلك مرتبطا بينا بالمنطقة وببلادنا. شكرا، ومرة تانية بنوجه التهنئة لإخواننا في شركاء الوطن والهوية الإخوة المسيحيين، كل عام وهم بألف خير ومصر بألف خير. صباح الخير.